بكل وضوح مع بروفيسور مامون مبارك دريبي. بكل وضوح مجتمع تحت المجهر. اي ذكر اي انثى على وجه الارض عنده رغبه باش يوصل العلم، الله سبحانه وتعالى كيفرمه. بكل وضوح على اذاعه ميد راديو البرنامج اليومي ابتداء من جوج. قدروني الى اللقاء. بكل وضوح مع بروفيسور المامون مبارك دريبي. بالاسم ديال الاب والام باش كيطبقوا الاخرين. راه الزواج عباد الله راه ماشي واحد الحاجه سحريه، راه يدخل في الرحبات غير يبقى سور حفات. بكل وضوح مجتمع تحت المجهر. شنو هي لي هذا المنع النفسي؟ هذا المنع النفسي هو الاب والام من 3 سنين الفوق نبداو نحكوا في ولادنا. راه زوجها كيجي كيستهلك هذاك الحب، ياكلو باش كياكلو بشخصيته بقوة شخصيته بذكاء. يعني اي ذكر اي انثى على وجه الارض عنده رغبة باش يوصل العلم، الله سبحانه وتعالى كيفرمه. بكل وضوح على اذاعة ميد راديو البرنامج اليومي ابتداء من جوج. قدروني الى اللقاء. انتم في الاستماع البرنامج بكل وضوح دائما رفقة الكاتب والباحث في التحليل النفسي وعلم النفس بروفيسور مامون مبارك دريبي. اهلا بروفيسور. مرحبا لاله سناء، بارك الله فيك. موضوعنا اليوم هو نتكلموا على الانحرافات يعني السلوكيه لبعض التلاميذ تجاه الاساتذه داخل المؤسسات التعليميه. فانتشرت بروفيسور يعني الظاهره ديال الاعتداءات الاساتذه في المؤسسات التعليميه بشكل مخيف شيئا ما، من طرف يعني التلاميذ الطلبه اقل الاحترام والتقدير ديال الاساتذه. اصبح يعني واحد العنف في مشادات كلاميه، في قله الاحترام، احيانا كتوصل حتى للضرب والجرح بالسلاح الابيض، والاساتذه اصبحوا كيتخوفوا وما تيعرفوش كيفاش يتعاملوا مع هذا الانحراف السلوكي لبعض التلاميذ داخل يعني القسم، واكيد لانه كيعطي واحد اضطراب داخل المؤسسه. فبروفيسور اليوم نبغيو نعرفوا معاك يعني شنو هو تحليلك يعني النفسي لهذه الظاهره، وشنو هي الاسباب وراء هذا الانحراف السلوكي لبعض التلاميذ، ونبغيو نعرفوا كذلك نفسيات هذه الاساتذه لانه يلقوا صعوبه بدل ما انه يعني تكون مؤسسه تعليميه وهذاك القسم غيدخلوا ليه الاساتذه داخلين منشرحين كيعيشوا واحد الحاله ديال الضغط والخوف، وحتى هذوك التلاميذ الطلبه اللي تيجيو من اجل المعرفه والدراسه. نظريات تداخل وتفاعل الصدى، لا تيوري دو ريزونونس، اللي غادي يبدعوا فيها ويعطيو فيها هما ناس ديال اوروبا الشماليه، النرويج، لا هولندا، اللي غادي يبنيو واحد هذوك لي بلاتفورم بيتروليير اللي كتكون وسط المحيط اللي كيستخرجوا بها البترول. وكانت البنايات الاولى كتعتمد على واحد اربعه الاعمده كينزلوها حتى لقاع البحر. فواحد النوبه انهارت وحده، هذيك المنشاه الهائله بالهندسه انهارت بدون سبب. ودار وثائقي في قناه ناسيونال جيوغرافيك، وخبراء عالميين مشاو كيدرسوا شنو السبب. واحد الخبير في الدراسات البحريه لقى بان المسافه اللي داروا فيها ذكر بعض الاعمده والشكل باش داروا والعمق ديالهم والسمك ديالهم والطول ديالهم جعل واحد العدد الامواج تحصر بين هذوك بعض الاعمده كانها في واحد السهريج. وبين لهم بالمختبر بان هذوك الصدى الصوت اللي حدات هذيك الامواج المتتابعه وحده ورا وحده بعد ما انحصرات في هذيك السهريج اللي كيكونوا هذوك بعض الاعمده طلق واحد الصدى اللي وصل للصدى الدقيق ديال الاعمده. شاك كور عنده لا ريزونونس ديالو، كل جسم من الاجسام على وجه الارض عنده اون ريزونونس. فقال لهم هذوك الموجات حددتوا نفس لا فريكونس ونفس لا ريزونونس ديال الاعمده. وبين لهم لانه كيوضع واحد الكاس ديال الزاج وكيجبد واحد الجيتار الكتريك وكيدير واحد المكبر الصوت حدا الكاس ديال الزاج وتيبقى يطلق واحد النوطات متعدده كيوصل لواحد النوطه اللي كتعطي نفس الصدى الكاس كينفجر الكاس كيشوفوه في المختبر كينفجر. فقال لهم طريقه باش داروا هاد الامينه
دخلوا ان ريزونونس الامواج مع الاعمده، داروا في لونيسون وفجروا الاعمده. فاقترح عليهم واحد الشكل مغاير لبناء الاعمده في الناحيه الفولاديه، وعوج لهم لاكس ما خلاهمش واحد لانكلينيزون باراليل، عوجهم شويه باش ما يوقعش هذاك انحصار الامواج داخل الاعمده، خاصها تدخل تخرج ماشي تدخل تبقى حاصله. كيفاش غنستغلوا نظريات لا تيوري دو ريزونونس باش نفهموا شنو تيوقع في المدرسه المغربيه وفي المجتمع المغربي والمغاربي والعربي بصفه عامه والعالمي بصفه عامه؟ اشنو هي الحاجه اللي كتدخلنا اون ريزونونس، اللي كتجعلنا ندخل في حاله تصدع؟ ياك التصدع تيولدوه عده اشياء، ظلم، واحد الطفل او طفله او شاب تظلم ما دارش شي حاجه وجا خوه كذب عليه قال لباه شتي با راه شفت خويا هو اللي جرح الطوموبيل وما دارهاش، كيجي الاب كيتيخ بهذاك الاخ الكبير وكيشد الصغير كيعطيه عقوبه. فهذيك العشيه وفي هذاك الاسبوع هذاك الشاب كيدخل في حاله تصدع، واحد طرقنا ليه نهار السبت انه خصنا نتفاداو ونبعدو بشكل كبير على العقوبه الجسديه عند الاطفال بصفه عامه، الا لكانت استثناءات كيشكل فيها الطفل خطوله على نفسه او على غيره، اما من غير استثناءات الى العقوبه الجسديه دارت من طرف والدين ولاحظوا الوالدين بان هذاك الاسبوع اللي دارت فيه العقوبه عاود كرر الطفل نفس الخطا وخداش جوج عقوبات في نفس الاسبوع وعاود كررها الاسبوع الاخر، هنا كنعرفوا بانه هناك بنيه ولاده للانحراف. ها ان مانيير داتر دي ستركتوري، بنيه ولاده كتشبه هذيك البنيه ديال الكونسير اللي كيخرج واحد الورم وكيمشيو يحيدوه الخبراء ما كيكتفيوش باستئصال الورم، كيتبعوه بلا شيميوثيرابي وبلا غوديوثيرابي لانه كيظنوا وتيعنوا الحق بان البنيه عامه في الجسم راه ولاده للاورام. فكيفاش كيدخل الطفل والشاب في حاله تصدع؟ كيدخل في حاله تصدع من الخطاب اللي كيسمع ومن الاشياء اللي كيشوف وما تيقدرش يفهمها، اشياء فيها تناقض. مثلا كنقولوا لانفسنا احنا مسلمين، كنقولوا لانفسنا احنا كنخافوا الله، وكيشوف هاد الطفل وهاد الشاب في المجتمع بان ناس باسم الاسلام هم يسمونه بمرجعيتهم الاسلاميه، كيدخل الحاضره الاجتماعيه الزريبه الاجتماعيه ويختار ما يحلى له، نعيجه بيضه، جوج نعيجات سرديات، جوج ديال نعيجات بيضات، مسيمنات، فتيتيات، وهادي تصلح الشواء، وهادي تصلح القطيبات، وتيجيو باسم الاسلام وواحد النوع ما نسميهش احتيال لانه احتيال راه ذكاء ما عندوش حتى الجهد باش يكون ذكي في الاحتيال، معناتها حتى المحتال راه ذكي، يا ريت كون كان داخل في الاحتيال لانهم اللي غتعاقبوا قانونيا غادي يزول البنيه الخبيثه الاحتيال وغادي يخلي البنيه الذكيه، هذا راه ما عندوش القدره الاحتيال، حتى الذكاء ديال الاحتيال ما عندوش. فكيف هذاك الطفل تيشوف هذا العنف، تيشوف واحد اختو تزوجها واحد الراجل على سنة الله ورسوله فإذا به هالضرب هالقمع هالاحتقار هالبخس حتى أنها كتمنى تنتحر وتموت. شي كاين في المجتمع وعندنا أمثلة مؤخرا، أنا جالس مع إحدى الواعظات العارفات اللي وقع لها هادشي في بنتها، قلت لها وقفتوا على كلامنا لالا ولا مازال؟ قالت لي والله العظيم إلا جاو عائلة أخرى طلبوا تزوج أختها، قالت لي شويه ما كنت غادي نبدا نشتم فيهم ونعايرهم، لان قالت لي ما بقيتش قابله شي واحد يدوي لي بهذا الاسم الدين ومن بعد يشد بناتنا ويعذبوهم. قالت لي ما فهمتش، قلت لها نشرح لك. لا فالاطفال ديالنا في المجتمع داخل البيوت كيشوفوا حاله احتقار، كيشوف الام كتحتقر الاب، وكيشوف الاب كيحتقر الام، ما كيعرفوش وما كنربوش فيهم ثقافه ديال سوء الفهم، سوء تفاهم. شنو هو سوء تفاهم؟ سوء تفاهم تيكون الاب عنده واحد التاويل في واحد الحاجه في باله
والام عندها تاويل في واحد الحاجه في بالها، ولكن ما سماوش المسكوت عنه مما يعتبرونه بالنسبه لكل طرف منهما انه الحقيقه، حتى تيجي واحد الفعل وتياخذ كل من الطرفين الاب او الام موقف مغير، تيوقع سوء تفاهم. ما عندناش حنا مصطلح سوء تفاهم، عندنا ذاك فيك تحيط الراس، خصك تهرس لبوك الراس، ما مربياش، خصك اللي ربيك. يا كوريتك قبيل الاس ام اس اللي وصلني من المستمعه اللي كتبت لي في الاس ام اس بانه تصبحوا العديد من المغنين لا المغاربه ولا المشارقه اللي تيقول لها في الكلمات انت يا جامده ما عندي ما ندير بيك، وواحد اخر تيقول تفنى الدنيا ما عرف ما تستعبدينيش ما عرف كيفاش ما عقلتش على هادشي. قالت لي هادشي راه كيجرح، كيفاش غادي نشرحوا لهذا المواطن؟ هذا عنف، عنف عاطفي وعنف فكري، ها هو كاين كيروج انه البليد اللي مغلغل في البلاده كيعتبر انه كاين صراع ما بين النساء والرجال، وكيعتبر بانه المراه عندها هدف هي تحطيم الرجل. هذا واش علاش هما بلاء بلاد؟ علاش؟ لان هذه البنيه هذه المسلم ربي نجاه منها، هي راه كاينه ولكن نجانا الله منها. الله تيقول في سوره البقره قلنا اهبطوا منها بعضكم لبعض عدو، ها هي البنيه تحطات. فاما ياتينكم مني هدى، غيجي واحد الهدى من عند الله، فمن تبع هدايا، تيقول لنا الله سبحانه وتعالى ما غيشقاش ما غيتعبش ما يتمحنش. اذا بنيه هبطوا بعضكم لبعض عدو، هذه البنيه الاصليه. والله سبحانه وتعالى بامه سيدنا محمد وبالبشر بصفه عامه رحيم، ولو انه تنغضبوه تيوقع الانسان في خطا مع الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى تيغضب، ولكن كيتبع الغضب ديالو اللطف. ها؟ فالمسلمين جا الهدى. الهدى بالنسبه لنا حنا هو المثال الاعلى والعظيم في خلق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الفكر ديال هاد الرجال اللي كيغنوا بهالاسلوب كانه ما جاش الهدى، وكان الوسيله للوئام ما كايناش، وبانهم في صراع الرجال ضد النساء والنساء. شكون هما اللي ضد؟ هم الاعراب. كاين العرب وكاين الاعراب. الاعراب عرقهم يمتد من قبل الاسلام، هما عرقهم في جاهلي وجاءوا سلموا. قالت الاعراب امنا الى الله سبحانه وتعالى لا تقولوا قولوا اسلمنا، قالوا نقولوا اسلمت. ولما يدخل الايمان قلوبكم. اشنا هو لاله سناء الفرق ما بين الفعل والعمل؟ الفعل الصلاة فعل، قراءة القرآن عبادة فعل، الصوم فعل، العمل فعل من وراءه نتيجة لك انت والناس. شفتي الفرق ما بين الفعل والعمل؟ فالفعل هو تيتولد عن ارادتك واختيارتك وكتمشي وكدير تجوين كتجود، فعل ماشي عمل. ما تاخذش فلوس حيت كتجود في دارك، ما تاخذش فلوس حيت كتصلي في دارك، هذاك واجب ديني مفروض عليك، هذو افعال. فالفرق ما بين المسلم والمؤمن ان المسلم يكتفي بالافعال، والمؤمن كياخذ الافعال كيكتفي بالافعال كيقوم بها ولكن يبحث عن الاعمال. فلهذا ملي كيقول لنا الله سبحانه وتعالى قل اعملوا فسيرى الله، علاش قال سيرى؟ يعني غتخرجوا الفعل، لانه لا يجعل العمل ديالك يرى. فقل اعملوا فسيرى، اعملوا هي سير وديروا شي حاجه تتبان، غيكون عندها وجود. فهاد الاغاني هذه هذا عنف ثقافي، هذه المسلسلات عنف ثقافي، هذا النوع اللي بداو بعض الناس كي يفتيو ويحرموا وينقزوا على المبادئ، القفز على المذاهب. ها هو في هذا الصلاة وفي هذا الصيام مالكي،
ولكن في التقصير ولا في الوضوء غادي ياخذ واحد الشيء على الحنابله، وفي واحد الاعمال مع زوجته ومع الزواج غادي ياخذ شي حاجه من الحنفيين. فهاد الوقت شتي هاد الجهل هذا؟ دابا هادو الناس كيظنوا انه علم، ماشي علم. العلم هو تعرف البلاصه اللي خصك توقف. فتصدع البنيه اللي عنده السمك بحالي وبحالك، عندنا السمك يعني باش يصدع علينا واحد البنيه بالشفوي ديالو وباللغوي ديالو وبالافكار ديالو يحلم، ما نصدعوش ليه. كتدخل الفكره عندنا، وعندنا ميكانيزمات منظفه، كتدخل كتنظف وكتشد هذيك الفكره اللي هي ما لايقاش وكتقول لها خرجي تخرج. اما واحد الشاب واحد الطفل ما عندوش هاد الجهاز المناعه، ما عندوش هذيك الخليه البيضاء اللي كتقوم بهاد العمليه، ما عندوش مسكين اجهزه وقائيه، عنده بنيه مفتوحه لكل ما يليج، اللي دخل تيبقى. فكيبدا يشربوا الاطفال ديالنا والشباب ديالنا تصدعات. مثلا غنعطيك مثال، غير الناس اللي تيتكلموا كسياسيين في البرامج التلفزيه كلهم اغلبيتهم كيدويو على ان المدرسه العموميه فشلات بالجزم والحسم، ما كيقولوش المدرسه العموميه كتعرف مشاكل عندها فشلات، وكيكبر في الفا وكبر في الشين فشلات. انا طفل وانا شاب عندي 14 عام، ملي كنسمع واحد اللي بالنسبه لي انا مرجعيه، لانه كنشوف وزير منصيب، كنشوف رئيس المصلحه ولا رئيس الجمعيه راه مرجعيه، كنقول هذا كيفهم احسن مني. وملي كنشوفو تيقول الاخر المدرسه المغربيه فشلات. نسمح البروفيسور نرجعو نتكلموا على هذه النقطة، ودائما حول موضوعنا اليوم الانحرافات السلوكية لبعض التلاميذ تجاه الأساتذة داخل المؤسسات التعليمية، دائما في برنامجكم بكل وضوح. تفضل البروفيسور. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا خاطب الناس على قدر عقولهم. ملي كنقول بعض الناس في التعليم، ماشي بالمطلق، ماشي بحال اللي غنقول في الجملة الناس ديال التعليم. ملي كنقول بعض الناس في السياسه، ماشي بحال اللي غنقول الناس ديال السياسه. بقيت اللي غادي نقول الناس ديال السياسه غادي نطلع من واحد الدقريقه، غنطلع لواحد المستوى اللي فعلا غيكونوا فيه كاملين، وغادي نكون درست وتاملت في الرد ديالي، باش ملي غيتلاقى لي شي واحد فيهم يقول لي استاذ كذا وكذا. وقعت لي مؤخرا، كنت كلمت على طريق ولاد زيان، قلت لهم ودي الله يهديكم حتى كيقرب يجي الشريف صاحب الجلاله عاد كتنوضوا ديروا دخل وكذا. تلاقاني واحد المسؤول من هذيك الجامعه، قال لي استاذ لا، وحنا كنا مبرمجين قبل ما يجي الزياره، انا كنقولها بك ودي غنقولها باش اجا. قال لي يا ودي، قلت لي فين غنلومك؟ حنا المغاربه عيينا من هذه التصرفات، شفناها حتى وليتوا كلكم كتشابهوا لينا. وكلمت فين غنلومك بالذات؟ علاش ما تعلقوش واحد اللافته ودير واحد البانو ديال بوبيسيتي شهر وتقولوا الجماعه البلاصه الفلانيه كتشكر المواطنين على تفهمهم في الاشغال اللي قامت بها منذ وغتنتهي في الى احنا في ما تحفر شي حفره في المغرب ما تنعرفوش انت غتسد. هانتوما وريني شي شونتي بدا في المغرب ولا بدا في الدار البيضاء وعرفتوها انت غتسد في العالم كله. انا من الناس اللي حضرت في لو تونيل ديال لافيل دو مارساي، داز طرف منه تحت البحر، وانا صبت لي العمل ديالي كنت في هذيك المدينه، وما شفناش الاشغال. لا سناء، ما شفناش مدينه بحال مارساي اللي راه تبارك الله ما نقولكش مارساي قداش بالكبر وبالسيارات ديالها، ما شفناش الاشغال ديال لو تونيل دو مارساي، ما شفناش. حتى واحد النهار كنشوفوا اشهار تيقولوا لنا راه لو تونيل مفتوح. احنا حاصلين على في الزريقتين، يا هو في الاول الزريقتين، يا في الاول ها اما شوي كي قد هك الدار البيضاء كلها سيقه الخبر وكلها مخنوقه كلها حاصله. بصدقتوني كتكونوا داخلين لشي بياج، العالم كله كتكون داخل البياج، تيقول لك الشخص البياج الله يخليك دير دوميتور، راه الطريق عندنا على طولت عندنا بعد كيلومتر مسدوده مخنوقه. العالم كله تيخبرك الا البياج ديال المغرب
ما حييتهم ديك النهار كيما راكم درتو. انا اليوم ما تنبصل لهم الطريق ديال ستدخل. ها انا بغيت نعطيكم مثال. غا الاسبوع الماضي جايين داخلين من بن سليمان الدار البيضاء، دخلنا مع البياج ديال بن سليمان، لقينا قدامنا قريب 10 كيلومتر ديال البوشه. سؤال، واش بغيتوا تخلصوا ونخلصوكم؟ شدوا الفلوس من عندنا ودخلونا عندكم الباب وحلوا لنا ملي قلنا خويا سمحوا لنا خرجوا، رحنا نسينا تخلصنا منكم. ما كنقولش انا سوء نيه باغي تخلصوا، ولكن كي غيفهمها المواطن انا ما نرحمش الواحد يضيع لي وقتي. إيه انت وقتك زعما يضيع لك وعندك انت ما تقضي، حتى حنا عندنا ما نخديو. ما عندش الحق شي واحد يتصرف وقت المواطن المغربي، ما عندكش الحق. ما كنعرفوش نديروا لانفورماسيون اونتيسيبي. دابا عندنا اللي تخافوا بزرقتوني ناس جايين من حي الحسنيه والفا، علاش ما نوقفوهمش في الاول الحي الحسني ونديروا لهم دي بانو ديفياسيون؟ فين غادي يا سيدي؟ غادي اشتري في المعارف دوز اخويا من هنا باش ننفسوا. لا سير سير، وفي الاخر كنعذبوا الشرطه المغربيه كنحنوهم. لكن الشرطي كتشوفوا واقف وسط رون بوان اللي فيه الهبال. اذا ملي كان لاحظتي هذا العنف داخله في تصدوع. تصدوع شنو هي؟ هي اون ريزونونس. انا ما باغيش يدخل معايا دو لا ريزونونس، انا باغي دو لارمونيك في الموسيقى. ان شاء الله احنا غنصطادفوا قريبا، راني كنجلس ليها مع الحباب سيدي نعمل الحلو وناس الفن. مشيت كنتصل بكم جي الله يرحم والدين، خصنا نوريو دور الثقافه في الاعتدال في العباده. عندك صحابها شي اي واحد ما دخلش الثقافه والله تولي متطرف. بغيتوا ولادنا ولادكم ما يمشيوش للتطرف، ما تخليوش ياكل لهم مخهم بعض المجرمين. تعطيو ولادكم ثقافه، مسرح، موسيقى، رياضه، فنون، ما عمرك تخاف ولدك يمشي للتطرف. باش نقول المغاربه الدواء. بغيتوا ولادنا ولادكم يمشيو لكم التطرف، خليهم يقراو، حرموهم صيغه المتعه، وغادي يجي واحد. واش كيفاش كيديروا نصبوا عليهم؟ كيفاش كيديروا؟ اول حاجه كيعطيهم مجموعه كتسمي بعضياتها اخوه. كاينو خوت. علاش؟ لانه كيخدموا بالانتيليجونس انتر بيرسونال. هذا كاين راه مقارنه. كيعطيه مجموعه فيها اخوه يلعبوا معاه كره، ياكلوا معاه، يسلفوه، يداويوه، يونسوه. كياخذوا الجروب كيجر الانديفيدي، ها واخده. فعندنا احنا مثال في العرب، انصر اخاك ظالما او مظلوما. كيجيو تيقولوا ليه واحد في خوتنا في مصر راه محكوم عليه بالاعدام من طرف الفاجرين، من طرف الكفاره، فخصنا ننصروا خونا. مادام انه اربعه من الجروب ديالك اللي عام ولا عامين هما يجيبوا لك الدواء، هما يعطوك الفلوس، هما يعاونوك في الفروض، هما يقريوك، هما كذا هما كذا، كيوقع الانسجام بلا غولاسيون انتر بيرسونيل، تدخل لانتيرج انتر بيرسونيل، وكيجيبوا واحد اللي عنده لا سوندو، عنده الكاريزما. هذاك اللي عنده الكاريزما كيبدا يفسر هذه الايه، ويفسر هذا الحديث، ويفسر كذا، ويصلي وياكل كسكسو مجموعين. اون فوا تدخل لاكويزيا، ملي ما كاينش ثقافه، شنو هي الثقافه؟ الثقافه غتعطيك حب صيغه المتعه. كيزولوا لهم الثقافه، كتزول صيغه حب المتعه، واش كيبين ليه؟ تيقول ليه انت محروم صيغه المتعه، شتي الا متي شهيد. لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات ولكن احياء وغير تعالى غير سمرها ليه. هو محروم صيغه المتعه، واش غيبين ليه؟ واش عرفتي كي دايرين حور العين؟ واش عرفتي الجنه شنو فيها؟ محروم صيغه المتعه، عطاوه لانتيليجون انتر بيرسونيل، عمروا عليه بلا سوندون، جابوا ليه انصر اخاك ظالما او مظلوما، وحطوا ليه واحد الضحيه، ومن بعد زندوه حيت ما عندوش صيغه المتعه، يدخل في الفونطاسم بانه الا مات مباشرة ما غايدخلش، هو ينتظر حتى اليوم القيامة غادي يستقبل الله ديك الساعة في الجنة وغادي ينعم عليه بحور العين. فاسيل امانيبولي، كيدخل في لافاج سيرفو كيتمانيبولا. بان لك راه كلشي داخل في تصدع. فالمدرسة المغربية بحال الجامع، أي بلاصة فيها تكتلات فيها خطورة. الجامع باش أطر الأمور، بلغ لا جمعة له. فيما كيكون تجمع كيخصنا تأطير. الجامع باش اطر من لغى لا جمعه الحديث. المسلمين كيسمعوا حديث سيدنا رسول الله او التي قراوا اي قرانيه من عند سيدي ربي كيتبتوا، انهم مطيعين كيخافوا المعصيه. عمرك شتي شي حزب كيلتقي الناس ديال الحزب وما كيديروش نشيد؟ ها انتم كتشوفوا كيف ما كان الحزب، يا اشتراكي يا اسلامي او ما يسموا انفسهم بالمذهب الاسلامي، هما راه مسلمين ولكن ها او كذا، اش كيديروا؟ كيديروا شعارات، كيغنيو. علاش كيغنيو؟ باش كيحطوا هذوك القوانين اللي غادي يمشي بها المجموعه.
المدرسه المغربيه عندنا فصيله لو خلال لا بروفيسور لانه كاين مكالمات باش ما نخدموش ناخذ مباشره دائما على 05 22 74 72 50 51 52. معنا اول مكالمه معنا بروفيسور هدى من العيون. الو هدى. وعليكم السلام ورحمه الله. كيداير اختي انا لاباس؟ الحمد لله الله يبارك فيك هدى. تفضلي معنا مباشره. مرحبا لاله هدى. مرحبا دكتور الدريبي. مرحبا لاله. عرفتك خلينا نتفضل شوف نهضر معك في واحد الموضوع. شحال في عمرك لاله هدى؟ انا 20 عام. مرحبا. متزوجه هذي 3 سنين. شحال المستوى الدراسي؟ ثاني اعدادي. ايوا. متزوجه هذي 3 سنين ودروك انا في علاقتي مع راجلي ما كيوقفش الولوج. وما عرفتش شنو خاصني ندير. وفاش ما هذاك كنبغي نهضر كيقول لك لا انت عندك مس او لا ما فهمتش. ما استاثرتيش بنتي مع شي اختصاصي في هذا الشيء هذا؟ جينيكولوجي. استاثرت مع لاب سكيات خواتي قال لي عندك انت خوف من العلاقه الجنسيه بقى كيعطيني غير الدواء الدواء. لا لا غادي نعطيك عفا بنتي غنردك الستوندار نعطيك التليفون ديال جينيكولوج مراه اختصاصيه في لا غيديكاسيون. لا غيديكاسيون اللي كتربي تربيه تدريب على كيفيه المراه باش تستانس بالجسم ديالها المؤنث وتستانس بالجسم ديال المذكر وتندير واحد التمارين تحت اشراف طبي وعنايه طبيه فيها بعض من الادويه اللي كتساعد الاسترخاء وفيها بعض من الدروس اللي كتعطيهم. غادي نردو على الستوندار نعطيو التليفون ديال هاد الجينيكولوج اكسبيرت. الحمد لله المغرب عامر بالكفاءات ونعرفوا بهم المغاربه الحمد لله. مشكوره هدى على تواصلك معنا من العيون. ناخذ سعاد من الرباط. الو الو سعاد. السلام عليكم. وعليكم السلام دكتور. مرحبا لاله. اهلا الاخت. لاباس عليك شكرا بارك الله فيك. الله يسلمك بارك الله فيك. دكتور بغيت نسولك الله يجزيك بخير الله يرحمكم كان ساعدني. راك ما ضويتي المغرب كامل. الله 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 انا اخوكم تضويني حتى انا. الله الله لا اخوكم وكندردش معكم لاله سعاد. الله يجزيك بخير الله يسهل امرك. يا ربي امين. عافاك عندي واحد البنت جامعيه وقع لها واحد المشكل وما بغاتش تكمل ليا الدراسه ديالها. وعرفتي راه حنا عايشين معذبين في الدار واحد العدم ما عندي ما نقول لك. ممكن تكلمني على هذا المشكل اللي تعرضت ليه؟ المشكل ديال اغتصاب ولا ما عرفتش شنو نقول. المهم شي حاجه ما هضرتش معايا فيه بزاف ولكن راني معذبه معاها. علاش ما هضرتش معاك؟ نعم سيدي. علاش ما هضرتش معك في بحال ما راضياش بحال ما عرفتش انا راه لان كانت مشات واحد شويه وعاود عاد باش رديناها. فين مشات؟ بصعوبه. نعم سيدي كانت مشات مع شي صحابات وشويه باش صعوبه باش عاد باش رديتها. ما فهمتش يعني مشات يعني خرجت يعني خرجت من البيت. خرجت من البيت يا استاذ. هربات؟ نعم. شحال في عمر بنتك؟ 19 عام. وهاد الشيء هاد الاعراض ظهروا عندها غير دابا ولا شي قديم؟ لا ماشي قديم ما عندهاش قديم. انا قلت لك تطلعت للجامعه تغيرت التغيير. عاد ولات كتمشي مع البنات وهاد البنات تيبانوا لك بان عندهم تاثير سلبي عليها ولا شنو؟ والله سيدي ما نعرفش والله ما عرفت كيفاش. انا كيسحب لي البنت كتقرا وديك الشيء خرجت لي من القرايه خرجت لي من كل شيء ودابا عرفتي تنخاف تمشي لي عاوتاني وداك الشيء واخا كتصور عليا وهذا وما لقيت صعوبه كيفاش نتعامل معاها. شحال في عمرك يا سعاد؟ 48 عام. عندك شي وليدات اخرين؟ عندي واحد الولد حتى هو راه الثامنه دابا راني معذبه معاه لان حتى هو تيشوف هذاك المنظر ومهم ما عرفش هو شنو واقع ولكن حتى هو ما بغاش يكمل لي القرايه. تنقول لي غير قول لي شنو بغيتي دير نعاونك نساعدك. وما عرفت ما كيجاوبناش. وراجلك شنو كيدير معك في الدار؟ والله راجلي المهم احنا راك تتعرف الموظف وموظفة غادي مسايرين الوقت وصافي. دابا راه كل شيء تخربق عندي في الدار ما بقاش حتى حاجه هي هذيك استاذ. راجلك ما قربش من وليداته ما كاينش علاقه ما والو؟ شويه ما عرفتش كيفاش ما عرفتش كيفاش نقول لك استاذ. ماشي ذاك القرب بحال زعما هو كيعطيهم ولكن ماشي هو تيقول لك ما بغيناش حنا الفلوس بغينا شي حاجه منكم. حنا كنجاهدوا كنديروا اكثر من جهد ولكن هما ملي كينوضوا كيبداو يدوروا تيقول لك ماشي داك الشيء حنا اللي بغينا. قول لي هاد كتجاهدوا كديروا اكثر بحالاش؟ بحالاش كيفاش كتجاهدوا؟
اسمح لي الجهاد. الجهاد كنهيئوا لهم بيت، راه صعوبه باش درنا واحد البيت زعما كنخدموا باش نوفروا لهم كل شيء، كنصفروهم حتى حنا بيت يعني شريتو كريدي يعني سكن كريدي. نعم استاذ كريدي. نعم. وقبل كنتو كارين؟ كنا مع العائله. كنتو مع العائله؟ نعم. ودابا باش نتوما توفروا هاد الطريطه ديال الدار وهادشي المعيشه صعيب عليكم؟ انا بصعوبه استاذ باش كتعرف الوظيفه العموميه هنا في المغرب راه بصعوبه باش الاباء كيوفروا داكشي. واخا اختي اللي سعاد نعطيك رايي في هذا الموضوع واخا. واخا اذا مشكوره سعاد على تواصلك معنا من الرباط. نشوفوها مباشره. بالنسبه للا سعاد الله يخليكم احبابي، راني قلتها لكم وعاودتها 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 وعاودتها. الدري الصغير ولا البنت ما كيفهمش علاش مو باه معذبين، ما تيفهمهاش. خاصة إلا واحد الإنسان رجل مرة نعمل يوم الله بخدمة. حنا كنا كنخدمو. ولكن العمل ديالي أنا كنظن راه فيه واحد الشقاء راه ما نوصفش لكمش. ولكن كنلقى وقت أسبوعية يومي اللي نضحكوا فيه مع وليداتنا، واخا نديروا لهم غا فيلم، واخا نمشيو نشريو غا عنفخا نفخوها نلعبوا معاهم بها. ما بالك في السبت والحد نخرجوا نمشيو للبيضعات. الحياة راها جزئين، جزء ديال المعاناة انت الاب والام مسؤول عليه. غادي تعطي ظهرك الفران وغادي تمحن هذاك الجزء ديالك، كي تهزو باك وامك عليك انت غتهزو على ولادك. ولكن بمجرد ما كتحضر الدار كتبدل كيف ما كتحيد هذيك اللوزه ديال المعاناه وتتحضر لهم حال ديال السعاده. واخا تعرف تمثل كان فيك الاعصاب وارتهم من امك وباك تمشي لعند مغولوك وتاخذ دواء، كان فيك اضطراب نفساني تمشي لعند سيكياتر وتاخذ دواء، تاخذ الدواء وتحمي وليداتك من اضطرابك ومن مرضك. لانه هو في 3 سنين وفي 4 وفي 5 و6 ما طالب منك والو، طالب ماكله وضحيكه. ولادنا راهم رخاص والله لولا راهم رخاص. وتخيل انا كنلعب ولادي بلعب ديال والو. علاش؟ لانه هو ما باغيش يلعب، هو باغي تعطيه هذيك الخرخاشه وتكون تحداه. لعباد والو والو، عطيه طيعه ستيلو وورقه ولكن زاد جلس تشوف في هذاك الرسومات ويقدر مسكين ما يرسم لك والو، ولكن غير انت حاضر الناعيم. فاحنا ظنينا انه ولادنا خاصهم دار، ان ولادنا خاصهم يقراو في مدرسه خره يعني لها خوار، ها عجل له خوار في القران يعني عنده ثقب. حنا كنبغيو نحماقو ولادنا يقرا في مدرسه خره عندها ثقب تقوبه فيها الزجاج بالالوان وفيها الكاميو الفاخر ويتكلمون بالفرنسيه. ظنينا ان ولادنا صالح لهم هذاك، لا ما صالحش لهم. مدرسه متوسطه رخيصه، ما تقتلش ليا ولادي بالضغط النفسي، ما تبغيش ترد ليا ولدي انا انشتاين في 6 سنين. المدرسه اللي فيها بنادم، فيها انسان، ما فيهاش مقرر كيعرض عليه مقرر. تخيل حنا كيقرر ولادنا في الاغلبيه المدارس، لاحظتي في الاغلبيه المدارس دي ما قلتش في جميع المدارس، ها اغلبيه المدارس مقرر كيقري مقرر، جوج مقرر، كاين مقرر سميتو بنادم وكاين مقرر كتاب. تخيل هو ما بغاش يقرا عند جوج مقررات، هو راه بغى مقرر يقريه بنادم. قولها ليه بالعربيه، قول له مثال بالشلحه، يدقن وياه يضحك وياه، يدير له مثال ديال الغيوان، دير له مثال ديال الهيب هوب، دير له مثال بالراب وتعطيه المعنى. لا احنا مقرر تيقري مقرر، اوبسيسيونال تيقري اوبسيسيونال. ملي كيتجمعوا دوز اوبسيسيونال تفرج كيعطي. فنصيحتي للا سعاد بحال جميع الامهات والاباء، ما تخليوش فرصه تضيع من يديكم، لان اسعد لحظات في حياتكم هي ملي تكون ولادكم معكم، راه ما غير يكبروا ما يبقاوش معكم. فهاد البنت مشات لصيغه المتعه لان الدار فيها صيغه المتعه. انا متاكد 200% غادي نلقى في هاد الدار هادي هاد الخطاب.
شوفوا رانا وباكم كنتقطعوا فالموتوا ورا قربنا نتفناو وانتوا ما كاين نتائج باغي تحمقونا اش باغين منا شي بحال بحالك مع وكيزيدوا لها واحد شويه البكاء وكيزيدوا شويه ديال التذمر بالك ها فهنا خاص لاله سعاد تريح مع راسها واحد شويه وتقول شنو الخدمه كندير انايا شنو تندير اش كندير خصو يدخلوا المدرسه مع خمسه د العشيه ماشي تقول لهم الفروض ولا النقاط ولا كي تكست الجواب اللي جلسوا معايا واحد مسمن راه صيبناه ولا عاش تاني نافق ولا قليل كيصيب مسمن بالدار ولكن الحمد لله احنا عندنا باقي ها انا باقي الحمد لله الله يرضى خلي الناس تريبيات ولكن راه اغلبيه بري فابريكي واحد شويه بدنا نجيبو الشينوا هما دابا تشوفوا قالوا لك بدا الشينوا يجيبوا لنا النايم ويجيبوا لنا الرضيضه ويجيبوا لنا المسمن والبغري من الشينوا وكان اسمها هذيك الشينويه مصيب 7000 كيلومتر 8000 كيلومتر جايبها الشينويه مال حالتنا الكسل فالطفل ملي تتفقد في البيت صيغه المتعه والسكينه اللي كتفقد المتعه والسكينه اشنو تيدير يا اما غيثور على موباه يا اما كيقلب عليها انت دفعتيه انتوما دفعتوه فانا ما بغيتش نحسس لاله سعاد بالذنب انا بغيت نقول لاله سعاد تعاود هي ورجلها يبردوا حبس حبس اخويا حبس انا كنقول لكم انا في دار الكرا ومتعمد نكون في دار الكرا عندي قدره ناخذ 60 قرن واضطر والله تنجيب فرق ديال لي شامبونزي نجيبو مع ديال الدار وتقول جيب قرن هز لي العيجات هز لي الحمام هز لي الطيور ما نحملش القروده المهم نشوف القرد الغابه يبعد مني نشوف فين ندرسو وين درسني ما كاينش حاجه ما نفيدو بها الناس ما نسكن عندي القرد انا في الدار ما مشوريش انا فهاد الام لاله سعاد خصها تحيي الاحساس بالذنب تحيي هذاك الفزع اللي فيها مخلوعه ترجع الساكنه لبيتها وما تبقاش مخلوعه دابا اللي كتقول لك بنتها واش تغصبات وما عارفاش ما كيفاش يعقل سميتي سميه ديال فعل خايب كيخلع بنتي تغصبات وما قالت لي والو واش بنتها ذات علاقه جنسيه وكذبت عليها قالت لها اتصل الله اعلم واش وقع بصح في اغتصاب وما قدرش البنت تهضر هنا انا ما غنسكتش اذا ما توقع لواحد البنت في اغتصاب باش تهضر غنمشي نبلغ السلطات تخيل واحد هد لينا في واحد في ولدنا شد عليه جنوي وحط عليه في عنقو قال لي نوبه الجايه نذبحك سقط الخبار ولدي قال لي لا با ماشي مشكل لا با ماشي مشكل سقط الخبار غادي نكتفي بالجمله ديال ولدي لا ماشي مشكل نكتفي بها نقول له ولدي ما بغاش تحمي نفسك كاين الامن وكاين القانون غنحمي نفسي وغنمشي نبلغ عند الوكيل الملك ونمشي نبلغ عند الشرطه ونجيبوا الشخص نقول له كيفاش انت هددتي بالسلاح تهديد السلاح راه جريمه غير تهديد بالسلاح جريمه وغيتعاقب عليها ولدي غيجي يقول لي لا ما كانش تدخل نقول لا ولدي دخلت كمواطن ماشي كباك كباك هذيك راه باقي ما دويتش معاك كمواطن سقط الخبر مواطن هدد مواطن وانا كنعرف هذا المواطن في دخلت ما بالك باك لا ولدي باقي ما شتيش تدخل يا باك باك والله ما نسمح لك كيفاش انت شتي واحد بهذه الهمجيه وشتي واحد بهذا العنف وبغيتي تسامس معاه اذا بحال اللي عطيتيه اذن هو يمارس العنف اللي مارس عليك انت عطيتيه يمارسه على واحد اخرين مرحبا غادي ناخذوا باقي المكالمات معنا كمال من تارودانت مرحبا سي كمال السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله اولا نقول شيء قبل كل شيء كنحيي الاستاذ دريمي الله يرحمك انا شخصيا متبعين ديالك من تقريبا شفت هذيك كيف واحد اخرى ودام الرسميه ديالها مرحبا سيدي كمال امسيه مغاربيه مرحبا سيدي كمال مرحبا تبارك الله عليك استاذ الله انا من المعجبين ديالك والله بارك الله فيك احبكم الله ورسوله ولدي بارك الله فيك تبارك الله عليك انت من العارفين ولا العارفين لا اله الا الله اودي انا غير من المشاكسين انا ناموس سيط عليكم سيدي ربي كنوقف لكم عدو دينكم زنزل عليكم برا لا تعود عشان الله يخليك سيدي كمال كل شيء الزمن اللي معك وقال سناء اليوم اياه سناء الكناري دائما سناء الكناري زي ما المرة كتكون عيانه ولا كيعوضوها بعض الزمن يا رب امين امين شكرا استاذ دابا واحد مشكل دابا مؤخرا كان واحد السيد عرفني بواحد الاخت وخطبتها وهذه ولكن قدر الله ما شاء فعاد ما بقيتش كملت معها
ولحد الان باقي دابا تزوجت فهمتي الخبر باقي لحد الان كنفطرها فهمتي ومهم بعد ما التزعت حصل في الاستخاره وهذه ما كيسرتش امور ولكن لحد الان باقي في الدار ديالي يعني بغيت من عندك حتى شي استشاره ولا شي ما قدرتيش نساها دابا شنو هو السبب اللي جعلك ما خديتيهاش المهم مالي الدار ما بغاوش وحتى انا كانت شي ظروف شويه ماشي هي هذيك وصافي كنت احسن نخليها لشي واحد اخر ولكن رجعت لي بندامه وسد شوف علاش النبي صلى الله عليه وسلم يقول لي ويقول لك احبب من شئت واعلم انك مفارقه علاش استعمل كلمه اعلم؟ اعلم انك مفارقه يعني ها؟ يعني انك مفارقه يعني هذه حتميه ديال الفراق جايه هذا هو المستوى الاول اللي كاين في كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المستوى الاول يعني راه حتميه قال لنا حقيقه حبوا اللي بغيتوا غتتفارقوا ولكن راه عطانا واحد الرساله صيغه الادغام مدحيه في استعماله لكلمه اعلم زيد اللي قال اعلم عطانا معلومه عطانا معلومه مخبيه انا زعما هذا الشيء في لوح محفوظ يعني مقدر علينا لا زيد يعني ان وقت يعني اي واحد قد ما حبيتي راه شي واحد وقيته يعني بلا ما تكبر الامور هذاك الخبر عطانا صيغه الخبر الحتميه عطاها لنا الخبر ولكن عطانا هنا واحد الطريقه قال لي نقصدوا العلم قصد العلم قصد العلم والعلم راه ماشي هو كيف كيظنوا بعضين هو انك تحفظ القران وتتبع سنه سيدنا رسول الله وتكتفي به كعلم هذاك راه علم حقيقه ولكن انا البارح كنشوف راه قلتها لكم في بدايه الحلقه برنامج ديال لاستروفيزيك وتاش نهار نتكلم لكم على هذيك الاختراع اللي شافوه العلماء فاذا بيا كنفهم اذا السماء كشطت اذا النجوم كشطت هما كيشرحوا بالرياضيات وكيشرحوا بعلم لاستروفيزيك وانا وقفت بقيت كنقول واع دابا 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 ها هي اذا النجوم كشطت هنا هما ما عارفينش النجوم كشطت ما عارفينهاش ولكن بالرياضيات بالعلوم ديالهم حنا مسلمين شفناها قلت الله اكبر ها هي شفناها ان شاء الله غادي نقاد لها واحد الوصفه ديالها فنصيحتي لك كمال الى بغيتي تتجاوز علاقة أي بنت أي راجل بغيت تزوج علاقة في هذيك اللحظة النقاهة هذيك اللحظة كتكون نقاهة أولا العلماء تيقول لك كاين لوغمون دو لابيتود اللي هي لوسيتوسين كتفرز كثرة ملي كتكون كتعرف كيولي الولف كيخص مدة زمنية باش تأثيرات لوسيتوسين تنقص كتنقص بشوية الرياضة وشرب الفواكه العصير الفواكه وبزاف الأشياء ولكن ماشي بوحدها كتكفي لان هي كترسخ الولف وكترسخ المعلومه لان هي كتشتغل بحال مداد كيكتب لك سميت هذاك الاخر في لحمك اذا هنا خصني نمشي نقلب على شي معلومه اللي عندها واحد الشحنه ديال الجذب دي مانيتيزم هذيك المعلومه ملي غتدخل للقلب ديالي وتدخل نفسي خصها كاع هذيك المعلومات اللي بغيت انا نزولهم تكون هي اقوى منهم لان هذوك المعلومات اللي سبقوا اللي انايا عندي بهم المعاناه اللي ملفي لي فلان وفلانه هذيك المعلومات راه عندهم جذب لاصقين فيا بالجذب خصني نجيب معلومه عندها الجذب 100 مره اقوى 1000 مره اقوى باش ملي تحط وراها تقلع هذا هو العلم لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اعلم يعني بغيتي تنسى وفاه شي حبيب فراق شي حبيب تالمتي تقصحتي بغيتي تنساه واش هاد ولد عمي تراك العلم اش كيديروا اغلبيه الناس؟ كيمشيو للقران والجامع، راه كيقلبوا عليه راه مشى هما في الطريق ديالها. ولكن كيمشي غير كيحفظ القران، كيصلي به مزيان. ما كنقولش انا ما كندخلش، ما كنصغرش من العمل العباده وحفظ القران، حاشا مع الله. ولكن خصني نمشي لعلوم اخرى اللي نعطي بها هذيك اير، نخرج من الافعال وندخل للاعمال. وقيت اللي غادي يمشي واحد العلم. مثلا علم الرياضيات علم الاعراب تخبرك بان ولادنا في المغرب مابقاوش كيعرفوا الاعراب صعب عليهم وندير الاعراب بواحد الشكل بسيط
واحد الاستاذه مؤخرا جات لعندي قالت لي استاذه كنعاني كذا وكذا خطوبه شنو التخصص ديالك؟ لقيتها كدير دكتوره في الصيدليه. قلت لها ديري بنتي واحد البلوغ وسطي لينا هذاك البلوغ للنساء شنو هو الحيض وعلاش كيجي فيه لا دولور. وخبرك بان مختبر امريكي اختار واحد السيرفيات ايجينيك ياك؟ انا عندي معك شويه لا مولات لا. وهاد السيرفيات ايجينيك راه قريبه تدخل المغرب. ملي تستعملها المراه اللي عندها الحيض وكيجيو الالام هذيك السيرفيات ايجينيك فيها مواد ما كيجيوش الالام ديال الحيض للنساء اللي كيستعملوها. الله دي معلومه هذه خطيره هذه ياك نخدم معكم ولا لا مولات يا مرحبا تخيل دابا والله الله يطول عمرك دابا هذه حالي هذا المنتوج راه تنعرف في المختبر وتنعرف وفي خبرك بان هذه المغربيه هذه باحثه في امريكا هي اللي استطاعت بالاختراعات اللي كتكتشف في ميدان الطب انها تاخذ الثقه ديال المختبرات الامريكيه ويعطيوها هي التمثيل ديال المنتوج ديالهم في المغرب وفي المنطقه العربيه. ودابا المنتوج راه دخل كعينه ديمونستراسيون وقريب يدخل كعينه باش يصبح موجود. وتخيل دابا ينسغي تيجي ليك ديرها المراه مدروسه فيها كل شيء ما كاينش لي دولار وماشي كتخفف وتتزول نهائيا ما كاينش. لو سمحتوا مستمعينا غادي نتوقفوا مع فاصل اعلاني ومن بعده غادي نتوقفوا مع فاصل غنائي ونرجعوا لرفقه الكاتب والباحث في التحليل النفسي وعلم النفس بروفيسور مامون مبارك الدريبي نستقبلوا المزيد من المكالمات والاس ام اس للرقم 5080. لقائنا بكم مستمعينا مازال مستمر دائما رفقه الكاتب والباحث في التحليل النفسي وعلم النفس بروفيسور مامون مبارك الدريبي. اليوم كنتكلموا على الانحرافات السلوكيه لبعض التلاميذ اتجاه الاساتذه ديالهم داخل المؤسسات التعليميه. بروفيسور نكملوا مع كمال. تفضل سي كمال. هو الحب كحقيقه راه ما موجودش. اللي موجود هو الانجذاب نحو جماليه الشخص وانجذاب نحو حاجه الجسم في النكاح. فاحنا بالاعين ديالنا وبالحواس ديالنا نحب ما هو جميل. ملي كتكون شي حاجه جميله لهذا راكم كتشوفوا في الاشهارات العالميه دائما تيقدموا قدام السيارات وقدام جميع المنتوجات اللي بغوا يبيعوهم تيديروا واحد السيده ها اللي شابه جميله كتوصف لك هذاك المنتوج هو كيتسمى لو ترونسفير دو سامباتي. انك الشخص نفساني كيحب هذيك الصوره تاع هذاك الشخص واي منتوج غيتبعها مباشره في واحد سبعه ديال الثواني وثمانيه الثواني غادي يوقع الترونسفير يعني لامبرينياسيون غادي يحب هذاك. فإن قدر السي كمال عنده إمكانيات المادية وعنده عمل وقادر يتزوج بغيته يعمر ويتزوج ولكن ينتبه ما يمشيش في اختياره يعمر ضد الاختيار الأول ما يمشيش يدير لا سوبستيتيسيون يعني ما سخرش لي الله في هذه يمشي يجيب هذه باش يعمر بها لا خاصني نمشي نتزوج الفتاة اللي غادي نميل ليها ها الله تيقولنا في الجنة قطوفها دانية يعني أشجار كتميل كتدلة العرش ديالها تيدلة عندك ياك فملي غتمشي وتبغي يخطب يتعرف على عائلات وكذا ويخلي نفسه وخاطره يميل. ما معنى يميل؟ أنه يتمنى يقطف يدلة ماشي خصو هو ما حاس بوالو ويقول وصافي انا قابل لا ما تقولش هذيك قابل خاصك تلقى هذيك الفتاة في عائلتها وتسلم على امها وبها وخوتها وتهز عينك فيها واحد لقيتها غتضرب واحد الرنة كتضرب على مقام الحجاز تضرب في القلب واحد النوطة راه يعرفوها الناس الموسيقى تضرب هذيك لقيتها اللي كتضرب غيميل شتي لقيتي اللي يحس هذيك الرنة ويميل كاين شي كيعمر علاش كنقولوا حنا المغاربة يعمر لاننا ما عمرتيش غتبقى البلاصه عامره بالذكريات وكنقول لكم بان الحاضر راه هو اللي تيدفع الماضي ماشي يزول الى الحاضر ديالك عامر وانت مشغول بالحاضر والله ما تشوف في الماضي والى الحاضر ديالك فارغ غادي يبقى دائما نفسك مياله للتعميره ديال الماضي. مرحبا غادي ناخذوا نعيمه معنا على الخط. الو نعيمه من الدار البيضاء دنا كنضنقات على الخط نعيمه كنوجوك تحيه كبيره ونتمنى ترجعي تواصلي معنا ان شاء الله مره اخرى باش نتعرفوا على التساؤل ديالك. فتيحه من اكادير
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. شحال من اكادير الاخت سناء؟ ايه مرحبا لالا. كيف حالك حبيبي؟ بارك الله فيك. مرحبا لالا فتيحه. بغيت نهضر مع الدكتور ماما في واحد المشكله. مرحبا لالا فتيحه. مرحبا. انا عندي مزوجه 23 عام هذه. تبارك الله. عندي ثلاثه وليدات. عندي البنت الكبيره عندها الاجازه هذا العام. وعندي الدري كيقرا في الكليه تا هو، وعندي الدري عنده 11 سنه. عندي سيدي المشكل مع باهم. بحالاش؟ وما عرفتش باش نحلو. انا عاد رجعتي لي الثقه من اللي وليت كنتصنت لك. الله. رجعتي لي الثقه في نفسي 23 عام وانا كنتكرفص اسيدي. شحال في عمرك اللي فتح؟ عندي 42 سنه. الزوج ديالي عنده 53 سنه. كاين شي خدمه؟ كاين شي حرفه؟ كاين؟ لا سيدي ما عندي حتى شي خدمه، ما عندي حتى شي حاجه. انا سيدي تزوجت في 91. جوج 91 جا واحد السيد خطب في الدار قال لي راه عندي عندنا عندي الدار كنبني فيها وداك الشيء. صافي جا خطب، ملي خطب قال لي والوالد ديالو كيقول بان عنده الدار عنده الفراش. فعلا جيت عنده الدار درنا داك الشيء اللي قسم الله، جيت عنده الدار درنا الكراغيط. ملي جيت للدار صبت بصه عنده السكنه دي عنده الفراش عنده كاري. صافي هو يمشي يدير واحد 16. مشي كيدير واحد 16 وانا نحمل بهذيك البنيه 4 شهور مشي كيدير 16. داني العروبيه ديالهم. بقيت باركه حامله، رجع الاتات باعوا كامل خلانا من نص دص. لا حول ولا قوه. رجع باع الاتات ديالو. من بعد حملت بهذيك البنيه ولدتها ما بغاش يدخلها ليا في الحاله المدنيه، جا هرب عليا 6 شهور. علاش ماشي دخل؟ الدار ديالنا بعد عليا ب 600 كيلومتر. وعلاش ماشي يدخل بنته في الحاله المدنيه؟ جا لهذ المدينه اللي ساكنين فيها دابا. جا ما دخلهاش، قال لي راه ما بغاوش يدخلوها ليا باش يدير ليا هو، حيت عارف ديك المعزه ديال الحموليه اللي كنت فيها. صافي دوزت ورجع. ملي رجع قلت له واش غيدخل ليا الدريه؟ قال لي دابا لا بغيتي تمشي تسكني معايا في العروبيه تتكمل الدار. غادي ندخلها لك. مشيت صبرت ومشيت لدارهم، ولات واحد الجده ديالو كتخلعني في الليل، كتجيب شي حاجه وتبغي تخلعني في الليل. ما بقيتش نقدر نخرج في الليل. واحد الكلب كيطلقوا الجيران ديالهم، ما بقيتش نبغي ما نقدرش نخرج. صافي من بعد جابني ثاني رجعني لديك المدينه ديالو. ملي رجعني للمدينه سكنني في واحد الدار فيها بير كانت تخلع في الليل. لا حول. وديك البنيه ديالي كتبغي تطيح في البير، كنخاف عليها حتى هي. البير ما مغطيش؟ لا ما مغطيش، كنتجو منه. كيقول لي سيري زق لي من السقايا وصبني لي الحوايج اللف ديالي. لا حول. ما كنقدرش على داك الشيء، وبقيت صابره وحملت ثاني بالدري الثاني. وبقيت كنناضل مع الوليدات، دابا قريتهم. ولكن كنعاني معاهم بزاف. بقيت كنعاني وكاك و حتى 2011 ما كيخليني لا نخرج لا والو. دابا انت حاليا في اكادير ولا؟ اي سيدي انا حاليا في اكادير، ما كيخليني لا نخرج لا حتى شي حاجه. في 2011 زيت وليداتي ومشيت هربت. مشيت رجعت لهذيك المدينه اللي ساكنين فيها والديا. مشيت للمحكمه قلت صافي انا عييت. ملي مشيت دخلنا للمحكمه قال لهم غادي نعطيها الماندا ديالي كلها. ملي قنع المساعده حيت هو كيعرف كيفاش يقنع الناس، قنع المساعده قالت لي واش دابا غادي ترجعي تجمعي وليداتك وتجمعي الشمل. صافي رجعت كملت الدراسه ديال الوليدات، نجحوا ليا بخير الحمد لله، ساعدوني العائله. ملي رجعت صرت الاتات كله باعوا. ثاني الاتات ثاني كلشي باعوا. ايوا ملي باع قال لي ملي دخلنا للدار بديت كنبكي وكنغوت كنقول ليه الله ينعلبوها قاعده، بديت كنعير. قلت لي الله ينعلبوها قاعده هاد البيع والشراء اللي درتي فينا هاد الحاله، انا راه صافي مابقيتش قادر نتحمل هاد الشيء. هو يقول لولادي كنبارك مع ولادي قال لهم ها هي جات هاد المسطيه ثاني بغات تشوهني قدام الجيران. نقزات هذيك البنيه ديالي الكبيره قالت لي لا بابا راه حشومه، راه بعتي لي الاتات كلها باش غادي تدخل للكوزينه باش غادي نتغطاو. صافي هو يدور هذيك الساعة في الدرية، ملي قال لي صافي تا الصباح وغادي يكون خير الصباح الناض عادي قال لي شوفي هادشي راه هو قليل،
هادشي اللي شفتي دابا هادشي ما كاينش الاعتيات وراه كاينين حوايج اخرين. بحال اش حوايج اخرين؟ ملي قلت لي اشنا هما هاد الحوايج انا فكرت غير في البنكه. ملي مشي قلت لي بغيت الصباح نمشي باش نشوف البنيه ديالي بغيت ندخلها باش تشد البورس. ملي مشيت عند المدير قلت لي بغيت نعرف هاد السيد شحال داير ديال الكريدي، قال لي داير 20 مليون. وقال لي قلت لي وباش عطيتي 20 مليون؟ واش جاب لك شي حاجه باش عطيتي هاد 20 مليون؟ راه تضيعتيني وضيعتي لي الاسره ديالي. هادي سنين وانت كتعامل معاهم. قال لي شوفي الزوج ديالك راه ماشي داير غير 20 مليون. راه داير بزاف، راه داير 4 مليون في الماليه وعاطي 4 للسيد الشيك 4 مليون. وراجلي بارك معايا كيخرج عينيه في المدير وكيقول لي قول لي هذاك الشيء اللي كاين. وبقينا في هذيك المعاناة. مشيت لعند موالين الضو قالوا لي راه كيتسالك 45000 ريال حيت ما كانش كيخلص في هذاك العام، واخا كنت كنرسل الفلوس للكرا وكنرسل كل شيء ما كيخلص حتى شي حاجة. الا حتى جيت وشفت هذه المعاناة بعيني. ودابا ولا كيهددني بالموت قدام الدري الصغير. والدرية الصغيرة هز عليا الموت قدامها، نسات الاسم ديالها ونسات كل شيء 24 ساعة. والموت دابا حطوا لي في هذاك حدا ودني باقا العلامة ديالو وهرس لي نيفي في شهر 8. حسبي وانا بهذا البرنامج هي باش رجعت لي الثقة. وكنتمنى انتاش نهضر معاك حتى لهذا النهار المبارك الساعي اللي هضرت معاك. انا ما عرفتش من نفسي وما عرفتش. فاش نقدر نساعدك عفاقتي؟ ما انت في اكادير ياك؟ انا سيدي في اكادير ما عندي لا خدمة ما عندي ما عرفتش اشنو غادي ندير. اول حاجة راه كاينة مؤسسة اسسها امير المؤمنين الله ينصره ويحفظه المغاربه ويحضرنا جميعا. هذه المؤسسه تتعلم النساء في وضعيه صعبه حرف بسيطه وتيلقاو لهم عمل. تخلي لي الهاتف ديالك غنتصل بالحباب في اكادير باش يدلوك على هذه المؤسسه وتمشي ليها ياك؟ واخا سيدي الله يحفظك. من جهه اخرى غنشوفوا لك جمعيه اللي تتساعد النساء في وضعيه صعبه. واللي غادي يقولوه لك المستشارين تاع الجمعيه غتبعيه بالحرف. سمعتيني لا؟ اللي غايقولوا لك الناس الجمعيه اللي غايقولوا لك ديري خصك ديريه. لانه هنا الله يخليكم على اليتي راه فرق ما بين صبروا والفرق ما بين نلقوا بانفسنا الى التهلكه. ما هو الفرق ما بين اللي كيصبر وما بين اللي كيلقي بنفسه للتهلكه؟ شنو الفرق؟ تنصبروا مع شخص اللي عنده ظروف صعبة، عليه ديون، شركة دارت إفلاس، مهدد بالسجن، كيجي كيقول لك أنا غلط، ما كانش عليا ندير مقاولة، وما كانش عليا نتبيع ونشري فلوس الناس، غلط، ولكن تيتوب تيبغي يصلح، هذاك تنصبروا معاه، ولكن بشرط، ماشي حنايا كنصلحوا معاه، وهو كل سبت وحد يشحط 5000 درهم ولا 6000 درهم في الشراب، واش تا يغرق ديون وتمشي تحط لنا 5000 درهم؟ انت ما كتشجعش تصبر معك. اللي كتصبر معاه هو اللي شاد في الاستقامه. هو راه في المشاكل ولكن كتلقاه مستقم. اما هو في المشاكل وما مستقمش. انت تتعاون، المراه كتعاون، العائله يعاونوا، الحباب يعاونوا، والسيد هو مطاجة صاحبته ولا مقصر في شي قنت ومدوز السبت والحد في النشاط ونهار الاثنين عاد كيجي يلبس الكسوه ديال تعاون، كتولي انت هز مشكلته؟ لا ابدا، هذاك ما نصبرش معاه. هذاك غادي نولي القي بنفسي الى التهلكه، لانه هو كياكل وكيشرب وكيسكر وكينعس، واللي هز معاه الهم ما كياكلش ما كيشربش، فيه القرحه في المعده وكيحماق. انا كنقول للناس وقلتها شحال مره، اللي بغى يتقلق يشرب الحر. انا في هذه الاماكن كنشجع بالطلاق. شي ملي كنشوف واحد المراه الراجل ما عندوش خلق الرجال، ما عندوش، عرفتي شنو هي تبيع اتات المراه؟ تبيع اتات الدار. اش كيعني الاتات؟ تيعني الامان، فيها الريحه ديالك، فيها واحد لي روبير، واحد الاشياء اللي كتحل بابك كتبان لك طبله. طبله شريتيها بالعشق، واخا شريتيها دوكازيون ولا شريتيها قديمه ولا مهرسه وصلحتيها، المهم كتشرف فيها كوجدتك وتحط يدك عليها بحبك، كتحط عليها يدك، اليد كتدوز العرق ديالك،
كدوز ريحتك علاش دابا العضو تيولي حمار؟ كنشريو جديد يكون صفر وتبقى غادي حمار تيحمار بالعرق ديالنا. العرق اخويا راه ماده، راه فيها سميتي، راه فيها ريحتي. الحوايج كنبغي نعطيهم انا للناس بالعشق، ماشي ندخل ولقى حوايج مشاو وقول لهم وين دار، وراه حنا انت عارفناك على ذلك دير صدقه صدقني. يا ودي تشاوروا معايا، ما بغيت نودع قميجتي، بغيت نودع معاها كنشد قميجتي وكنشوفها اخر شوفه تنقول والله جاتك بخير القميجه هذا وسمعك وراه قميجه كان مؤخرا كنت مشيت لعند طبيب الاسنان وواحد الميديسان جان جا كيقول لي استاذ مرحبا بك كذا وكذا، مال سنك؟ يا ودي راه تهرسات. قال لي تهرسات ماشي انت اللي هرستيها. بغى يدخل معايا في ذاك الفكر اللي كيروج في المغرب ديال الطوبيس فاتني الحج ضرب لي. قلت له انت ما ولدي في سوره الكهف تيقول الله سبحانه وتعالى جدار يريد ان ينقد. لماذا استعمل الله في القران الكريم جدار يريد؟ هل للحجر اراده؟ ها وحده جوج. تيقول لي قلت له ولدي على جهنم وقودها الناس والحجاره. اما الناس فاحنا عرفنا بانهم غيقوموا بالذنوب وغيديروا المعاصي وغيديروا الاشياء اللي غتغضب سيدي ربي وكيدخلوا لجهنم. ما فعلت الحجاره كي تدخل لجهنم؟ علاش؟ علاش قلتها الشريف؟ قال لي يا وعمي انا ما نقدرش نجاوب. قلت لي لان الحجاره منها انواع، منها نوع يتشقق، منها نوع يخرج منه الانهار، ومنها نوع يهبط من خشيه الله، ومنها نوع قاسي قد نحت فيه تمثال وعبده الناس فرضت الحجاره بنحتها على نفسها تمثالا وقبلت ان تعبد فخيرت في ارادتها، يا اما ان تهبط تفتت، يا اما تشقق، يا اما تنفجر. فما اختارتش تهبط من خشيه الله، ما بغاش تفرث، وما اختارتش تشقق، وما اختارتش تنفجر، وبقيت بارادتها. قلت لك احنا المسلمين اولادي في مرجعيتنا في الفكر ديالنا لكل مخلوق اراده بما فيه الحجاره. فقلت لي هذيك الحجاره حيت اختارت في قرار ارادتها، شوف الحريه لقى الله المخلوقات كل فعال لما يشاء، واللي بغيتي دير دير. فملي كتختار هي تبقى صلبه في صيغه تمثال وتعبد، تيقول لها الحق يوم الحساب، ياك اختاريتي تبقي صلبه، ياك كنتي عارفهم تيعبدوك. مزيان، الدليل على ذلك، قلت لي بغيتي نعطيك الدليل، هو النبي صلى الله عليه وسلم جاء يوم يدير واحد الدرس، فاجتمع الصحابه، وتبارك الله العرب ما كاين غير الطوال والعراض، فباش يبان للناس جابوا جدع نخله باش تعلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم ويبان بحال واحد المنبر في العروبيه. ملي جلس النبي صلى الله عليه وسلم على الجدع ودار الدرس، الا غدا الجدع بدا تيبكي. فالناس اللي كانوا كيدوزوا هذاك الجدع كيسموا الجدع تي ان، كاينين. فجابوا الجدع على النبي صلى الله عليه وسلم، حط يده عليه، قال ليه مالك؟ قال لي يا رسول الله انا فرحت وافتخرت بالشرف اللي شرفتيني وجلستي فوق مني، ياك ما درتش حاجه غضبتك ما عاودتيش بغيتي تجلس فوق مني ودير الدرس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وضعوه كساريه في المسجد حتى يبقى بيننا. والجدع هو يسكت. قلت ليه بركه عليك ولا نزيدك ايها الشاب؟ هو يقول لي بركه. قلت ليه ما تفكروش غير بمرجعيه وحده اللي هي لا سيستيميك ولا لاورغانيزاسيونيل اوكسيدونتال، راه حنا مسلمين عندنا مرجعيه فكريه خاصه بنا، ويا ريت تعرفوها باش نلقحوا بها حنا العالم ونلقحوا بها المفكرين الاخرين. مرحبا. اذا سمحتوا مستمعينا توقفوا مع فاصل اعلاني، نرجع مباشره نستقبل مكالماتكم الهاتفيه والاس ام اس للرقم 5080. تواصلنا المباشر معكم مستمعينا مازال مستمر و شكرا على هذا التواصل. شكرا شكرا شكرا، اختيار رقيق وانيق. نرجع بروفيسور معنا عماد من الدار البيضاء، ناخذوا المكالمة. مرحبا. الو عماد.
السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل سي عماد. السلام سي الدكتور بخير. مرحبا مرحبا سيدي عماد. مرحبا لي بزاف احبكم الله ورسول حق الله العظيم انا كنت صبط لك الكرفاه من عبد الله. شكرا سيدي عماد. شكرا خويا. والله العظيم كنت كنبغي نتواصل معكم ديما وتا اليوم اللي كتاب ان شاء الله. الحمد لله ربي جاب السويعة اليوم. مرحبا سيدي عماد. انا سي دكتور كان عندي واحد المشكل. ودابا واحد المشكل على اثر هي ولات كنفكروا دائما كيطلع هي الناس ما كيبغيش يديني كاع. شحال في عمرك يا سي عماد؟ انا عمري 29 سنة. مزوج كاين شي وليدات؟ لا مازال ما عنديش وليدات. ومزوج؟ مزوج. اييه. دابا تزوج شي عام هذا ولكن انا دابا بحال قلت على ادي اخر جلسة هي اللي غنطلق كاع. علاش يكون واس؟ دابا انا واحد السيدة كنت كان عندي واحد المناسبة وطلاقينا. تلاقينا تعرفت انا وياها هذه هضرنا ديريكت سموها الجواج. تجي لدارنا هذاك الشيء تزيد دارنا مشيت عندهم ناس على قد الحال ما كاين حتى شي مشكل في هذا الشيء درنا الجواز واحد السيده هضر لي بغى غير الجواز بغى غير الدار بغى غير الوليدات بغى غير ما تخرجش انا دير خير خدام ما خاصني حتى شي حاجه صافي تفاهمنا معاهم درنا كل شيء ما درنا لا عرس حتى شي حاجه كنت غير تجوج ما لقيتش هذيك السيده اللي كانت كيفاش كتعاود لي بغى غير المعطول والدار كاين واحد السيد اللي بروفيسيونير اللي مدوزه وعنده واحد الافكار وفيه الشك بزاف صافي والمشاكل ديالها عماد 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 كنتي لقيتي واحد السيده بروفيسيونير مدوزه هذا احساس ولا دليل؟ دليل ادله قاطعه دليل وانا واخا عمري 29 سنه الحمد لله مدوز بزاف ديال البلايص ايه ولكن شنو هو الدليل اللي لقيتي بانها عاشت هذه الحياه من قبل وهادشي شنو الادله؟ يعني اي حاجه كتكون مديوره مضبوطه بزاف. لا مازال ما عطيتينيش الدليل. الدليل واش لقيتي شي واحد كان كيدير معاها شي حاجه واش تلاقيتي؟ انا جيك. صافي كثرت بيناتنا المشاكل واحد النهار اللي بالاخباري مشات لدارهم. صافي انا مشات لدارهم كنت دعيتها غنمشي غنطلقها. صافي ولينا عيطات ليا وليت كنتلاقى معاها كنهضر معاها. يعني كنمشي لدارهم كنلقى لا باها لا خوها لا امها ما كاين حتى شي واحد كيهضر صافي وليت انا كتهلا فيها واخا مخاصمي اللي بغاتها كنعطيها ليها ما كنبغيش نخليها باش تخرج صافي والدار وهذا وقالوا لي من الاحسن لك هذه السيده اللهم هي عرفاتك وهذاك الشيء راه من الاحسن ليك صافي هذاك الشيء اللي درنا كنت وانا فاش رديتها انا فاش رديتها بقى عندي التليفون ديالها غير فجاه سمعتي سعادة الدكتور؟ تفضل. ملي بقى عندي فاش التليفون ديالها كان واحد اليومين هو عيط لي واحد السيد والسيد انا هضرت معاه قال لك عادي قلت له التليفون راه غير بقى عندي ديال السيده وهذه هذه وانت فين مشيت لعندو كيف انا غير طايح لي التليفون انا راه ماشي طايح لي التليفون هذا السيد راه يلاه عرفتها وانا ولد مع المعقول وهذه وعاود لي قال لي السيد راه كنت كنعرفها وصح يعني بيناتنا علاقه وهذه وقلت لي وقتاش شفتها مؤخرا قال لي يلاه شفتها دابا شي 20 يوم وانا 20 يوم كانت مازال غير في دارهم يعني ما صافي جيت كانوا عندنا غير الدار ديالي حتى كنت بوحدي عندي داري بوحدي وداكشي من الحظ ديالها كان عندي الدار الوالدين ديالي وداك الشيء وسمو الهضره بحال كنت دخلو وانا كنحشم من الوالده ديالي بزاف اعترفت هي بانه كنت تتصل معاه؟ انا عطيت الدليل في كانت وكانت مع اختها وهزهم وكيوصلهم حتى لحدا الدار وعطاني من عندي الدار سكينه وما كيفهمنيش من الوجبه اصلا اليومين هذا ما كيفهمنيش من الوجبه صافي من تما على حق الوالده ديالي صافي قلت عاود قال لي باش الراجيم زدنا كتابه هي تحمل حملات دازت شهر ونص تاكدات من الحمل ولا دارت لي في هي عندها كيس باش تمشي تحيدو على الطبيب انا ما كنتمنى ما عندي واحد الخدمه كتكون كطالب لي الوقت بزاف وهذه وكنظن بعض المرات كنكون سهران وكما يعني انا حطيت هاد واحد طريقه مع اختي كانت تشد واحد اختي راه عندها واحد الطبيبه ديالها راه دابا قريبه تيتولد راه تبعي معاها تتولدي قالت لي صافي ملي مشات عندها الطبيبه قالت لي انت راه عندك واحد الكيس ولكن راه بعيد من الحمل راه كيدوب غير بوحدو راه عندك كلشي مزيان صافي ملي جات هي انا اختي ما كانتش جات معاها بقيت غير بوحدو في الدار قالت لي الدرجه هي الدكتوره ضروري خاصك تحيدي الكيس لا صافي تنشوف شي طبيب اخر وهذا ديك كاين واحد الطبيب حنا كنعرفو وهذا مشي عندك الطبيب هذاك الطبيب انا كنت كنعرفو قبل ولكن مابقيتش عاقل عليه كنت خدمت معاه حطيت ليه شي سلعه وهذاك الشيء
دازت تحطيت عندو قلت لها انت في التاريخ وفي طاكسي في الدوطه ديال الدار صافي دازت واحد شويه عيطت لها قالت لي ضروري قال لي خصك تحيديه باش تجي تاهو معاه وداك الشيء سميتو صافي قلت لها صافي خصني تاهو معاه مشيت عند الدكتور دخلت انا هو عقل عليا انا ما عقلش عليه قال لي ودي صافي بغيت نتعيدو واش تبغي وليدات قلت لي انا مجوج على اساس وليدات وهذه 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 كيف تلك مشاكل راه دايره غير انت وهذه وكنت كيهضر معايا راه ما كتعرفش كيفاش نهضر معاها وهذه وهذه وانت واش كتبغي قلت لي انا انا راه كنبغي انا راه ينفو الشر ينفو تجوج فيها ما كاينش الشر يعني ما خليتهاش جبتها ما نطمدارهم ما تجيبهاش بحال هكا يعني الدكتور ترى الوالد ديالنا وخونا وكل شيء كنعاود بحال هكا يعني صافي مشيت قالت لي ضروري خاصني نمشي نحيد بكيت وهذا رجعت صافي تفاهمنا معاه العمليه فاش رجعت انا على الطبيب اللي صارحني قال لي كيفاش قلت له ديرها مراتي وهذه 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 كيف ما كاين اللي كيف والو راه غير حيديت وهكا انا ملي قال لي الدم قسما بالله العلي العظيم الا لو وليت لما كان شي مخدر والله ما كنعس خدمت والله ما بقيت مقابل هذا قسما بالله وعندي خدمه مزيانه ديالي في واحد الحرب توصيت ديالي وكل قسما بالله تبارك الله يعني ما خاصتهاش شي حاجه صافي ولات بحال هكاك انا ما نكذبش عليك جاني بحال شي انتقام خاصني نديرو لا سي عماد اسمعني نكمل الغلط صراحه يعني انا من هذيك النهار الاخر كنت باغي نجي عندك البيرو عطوني راه نضيفو بعيد مشيت عند واحد الدكتور اخر وهذا بغيت نعرف راسي انا واش اللي ظالم ولا شي واحد اخر ظالم يعني بقى الهضره ما عطانيش داك الشيء اللي باغي يقول لي انا تجي وتزادي ما داخل هادشي صافي ولات كتقول لي صافي خصنا نتسهروا خصنا كذا ما كنتش كتشوفني راه كتهضر كنت صافي انا ما نمشيش براسي صافي غنطلق وهذاك الشيء وليت نخرجوا كنتسهروا لاي بلاصه اللي كيمشيو ليها الناس اللي ماشي مجوزين بحال ولات كتفيق نهار الاخر هذيك كتولي تقول كتقول لي احسن الايام كندوزها انا في حياتي هي صافي من قال لي هذاك الشيء انا اللي كنعرق قلت لك دابا ولا حمي بورج كنشوف انا فيك لا حول صافي لا داك الشيء بقيت انا هي معايا ومشيت درت المسائل القانونيه ديالي بحال النهار نديت الكلاج خذ الحوايج جدي والكامل صافي مشى لدارهم جاني ولات دابا كتعيط ليا ما كتعيطات ليا مؤخرا تلاقيش معاها كنت انا غير بغيت ندير طلاق اتفاقي وداك الشيء ولات ما مخليه ما دير هي باش ترجع هادشي هادشي راه ما يدخلش ليا انا من هنا الله يرضيك الله يرضيك سي عماد سي عماد عمرك سمعتيني كنقول خذوا تزوجوا اللي صالح ليكم ما تزوجوش اللي عاجبكم عمرك سمعتي عمرك سمعتيني عيب سمعتي شحال مره كنقولها والله الا سمعتي شنو كنقصد بها سي عماد شنو قصدت بها يعني قصدت شي خاص واحد ياخذ اللي كيخدم لي اللي جاي يجمع على قدو ماشي شتي دابا شتي الناس راه كل واحد معدن الذهبيه ملي كيبغيو يلقحوا الذهب راه كيلقحوه بالفضه تخيل تلقح الذهب باللدون ما يشدش حنا ما شغلناش في الناس ما نقولوش هذا خبيث وهذا ما شغلناش فيهم ولكن راه تتبان لك البنيه الواحد نعطيك مثال جوج إلا تلقاو وعرفوهم العائله بغاو يديروا بيت يتزوجوا جا قال لي عاف اختي هاد العشيه بغينا نخرجوا انا والاخت تخرجي معنا نمشيو نشربوا واحد كاس القهوه ولا شي حاجه السيده جبتها وجابوها هو والاخت من الدار ديالهم خرجات لابسه صايه قصيره وديكولتي ومعشطه ومقيه هو هذاك الاسلوب ما هوش ديالو قال لها اختي الله تكسرنا اختي تنغير وعافاك لبسي عصري ايه ولكن شي عصري اللي فيه شويه العفه ناطيه دارت فيه قالت لي اسمح لي قالت لي حنايا قعدنا هكا كنلبسو وما عندناش عيب وكذا لاحظتي هذه هي عاجبه ولكن هذاك المبدا ديالو هو انه باغي اللباس العصري ولكن اللي فيه العفه وهي بالنسبه لها اي لباس راه مناسب ما كيهمش كلام الناس كيهم رايها في هذه النقطة اختلفوا. إلا مشى حتى هو دار في راسو أنه غيتزوجها وغيبدلها أمشى فيها. جنى على راسو. هو اللي ارتكب الخطأ. كان ديك الساعة يقول لها أختي الله يرحم الوالدين بلا ما نعذبك ولا تعذبيني أنا في هذه اللحظة هذه كنغير وعندي مبادئ. والله أنا ما شغيت في هذا اللباس ديالكم. كل واحد حر في راسو.
ما ربي فرق الريوس غمش الواحد يقرع واحد يمشد كيف ما. ولكن بالنسبة لي أنا مسؤول على واحد الكاري صغير اللي هو داري وعائلتي. هذاك الكاري بغيت فيه أنا واحد القواعد. قدرت يا أختي تنسجمي معي من خاطرك ولا غنجربك وتجربيني، لأن مش غادي تقولي لي اه ونوافق. لا 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 درتي يقولوا اه في الاول، تقولي لي اه غنجربك نجربك سمحي لي اختي غنجربك وتجربيني باش تعرفي واش انا غادي معك على الصح وتعرفيني مش غادي معك على الصح. هالاولى. ثانيا، اشنا هو النصب والاحتيال؟ كاين دابا الزواج، كاين اللي مزوج وكاين اللي باغي غير يتسمى مزوج، كاين اللي مزوج وكاين اللي باغي غير مسمي سميه الزواج. مثلا كتكون شي بنت مصاحبه مع شي دري وكتبغيه مزعوطه فيه، والديها ما بغاوهش ما بغاوش، هذيك راه غادير واحد الحيله باش تزوج وتطلق، حيت ملي غتصبح مطلقه ما بقاوش قادرين ديك الساعه والديها في الزواج الثاني يختاروا ليها، كيوليو اي واحد غتجيبو تقولها ودي عسيري، لانها تلعب لهم هي على نقطه الضعف انه المطلقه كتولي جايبه لهم العار، هم ضرب بنتك وهم طلقه، لا خصها فكتدخل الزواج باش تاخذ هذاك ليسي باسي ديال الطلاق باش تزوج به اللي باغيه. دابا هذه غتنصب على واحد، فهو فين دخل فين غلط السعيمان؟ انه طلقها عجبته الزوجه. تخيل طلقيتي البنت عجبتك تزوجتيها؟ لا انا يا شكون اللي غنتزوج في الحقيقه؟ ورا غادي نتعاشر مع ما وباها وخوتها. راه والله واخا تعجبني البنت ورا خصني نشوف باها كي داير في المعامله. ملي غنتخاصم انا وباها واش غادي يخلي الامر بينه وبينه ولا غيمشي يدير ليا بوق؟ ملي غادي نتخاصم انا وخوها واش يخلي الامر بينه وبينه ولا غيدير ليا بوق؟ تخيل انت كدوي مع 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 خو المدام وكتدخل للغدا وكتلقى كلشي الخبر عند مرتك. انت مالك قلتي لخويا قال الله يا ودي جوج رجال داويين في السوق مع بعضياتنا وتهزيت انا وياه واش دا يوصل للمراه؟ شتي شتي هاد العرف هذا ما بقاوش بعض الناس كيحترموه. انا خويا تبايع تايت مع خوها كيساني تعطلت عليه في الفلوس ما رديتليش لقيت الخبر عند المدام، وانا وخوها كنتبيعو نشارو تعطلت عليه وخلاه سترني بقى الامر بيني وبينه. شتي راه حنا بغينا ولا كرهنا شعب عربي امازيغي اسلامي عندنا شحال من عرق في المغرب راه مئات ديال الاعراق، فهنا خاص الواحد هذيك اللي عقلتي ملي قلت لكم واش كاين ميزة العنصري ولا جهاز المناعه. مادام انها سعات انها تزول الطفل حامله زولاته، لاحظتي مسكين قال لك انا باش نشوف الامر ديتها عاشت جميع الاشياء اللي كيمشيو لها الناس هما مزوجين، يعني مشى لي بواه مشى الكباري. احسن ساعه عاشت حياتها هي هذيك، احسن سعاده عاشت هي هذيك. فاحنا كنطلبوا الله لينا ولاد المسلمين الله يجعل عينيهم ويهزهم فيهم غير الصالحين، وما دونهم الله يجعل بيننا وبينهم سدا من بينهم ومن خلفهم. احنا بغينا ولادنا وبغينا احبابنا نتخلطوا وسط المجتمع كيف ما كان، يا مجتمع اسلامي يا مجتمع غير اسلامي، ونسلكوا وسط منه كيف كتسل الشعره من العجين. ما ياكل منا المجتمع الطالح ولا نتاذوا من هذاك المجتمع. شتي المسلم مبتلى في نفسه وفي عيشته مبتلى، ولكن الابتلاء الحقيقي هو انك تدوز خفي خفي ان يجلس معك العصري وجلس معك ما دونه، يظنوك انك من حزبهم، انك من حزب ديال التمييع، ان من حزب اللي ما عندوش اخلاق، انك انت من حزب ديال كذا، يسحابوك بحالهم. ولكن ملي كتوصل للقرار، عائله جابوا لي بنتهم ما بقاتش قادره ترضع ولدها الصغير بكثره العذاب اللي عندها براجلها. تخيل نفر الدري الصغير الله يحفظه كتقول لي امها استاذ شنو الحل؟ قلت لها اول حاجه ولدك ديري الم لامها تعتذري لبنتك. قول لها بنتي سمحي لي جنيت في حقك، قولها لها. دارت المراه عند بنتها قدامي قالت لها بنتي جنيت في حقك سمحي لي. بقات لها من تبكي تبكي ونهضرت عند امها قالت لها امي يا قلت لكم بعدا مني خلصتكم من قريتي، يا قلت لكم امي خليني تنخدم،
يعني قلت لكم امي خليتها ندير بيرمي، قالت لي كتضلوا تسمعوا الاسر كيقول هذا الشيء. قالت لها انتم زوجتوني باقا ما كملتش الباك، ما كاينه خدمه، ما كاين بيرمي، ما كاين والو. قلت لها الزريبه وجابوا الديب وحلوا الباب، قالوا لي دخل العمل سيتفرس. قالت تضحك حتى الضحك مسكينه كانت كيما فتره صارت الضحك الفرحه ولا ضحك البكاء. شتي شنو هو الجاهليه؟ الجاهليه انك ما تعرفش تختار المسؤوليه ولا الرغبه ديالك. شتي شنو نختار الرغبه ديالي؟ يا يعني نختار صباط، نختار سروال، نختار هذيك الرغبه ديالي هذيك شتي. انا غير ما غنادي حد غراسي يضحكوا عليا انا. واحد يقول لك والا قامي جا كيدير الاستاذ والا ستويل والا ستون يضحكوا عليا انا. انا حرف في الباسي ياك. انا نختار ماكلتي، انا عاجبني ندير انايا واحد الخيلوطه بحال هكاك، ناكل البقوله ونشرب معانا اللبن، عاجباني واش واحد الحر دوقي. اما ملي نختار غناسس بيت ياك، وغادي يكونوا فيه وليدات وغادي يكون فيه تربيه، ديك الساعات شنو اصبحت؟ اصبحت مواطن كنتج وتنقوم باعمال الوطن ديالي. اش كيساوي هذا الوطن عندي؟ تيساوي عندي مهيئ ليه البيت الصالح والولاد الصالحين، ولا هذا الوطن ما كيساوي عندي حتى حاجه نزوج اللي تلاقيت ونولد اللي تلاقيت ونطلق للمجتمع؟ على هادشي كيفرحنا حنايا في لي ستاد ديال الكره. هادشي اللي يوقع دابا في وبغيت الكره كيفرح المغاربه. هادشي كيفرح ملي ولا القرقوبي والمسائل المصيبه اللي كحلت تباح دابا بالمدارس. هادشي ولا كيفرح ملي تدوي مع الواحد، من قبل كانوا المغاربه كيحشموا، دابا يقدر واحد يرد عليك ويسبك ويشتمك. هادشي كيفرح ملي المراه كتكون سايقه في سيارتها ويدوز اي واحد حداها وينعتها بالكلمات الخبيثه، حيت تعطلات مسكينه في الفرور ولا تعطلات في كذا. هادشي كيفرح، اشنو سبابه؟ سبابه ناس ما تزوجوش للوطن، تزوجوا للمتعه، الرغبه، تبع الرغبه ديالو. شاف السيده في عرس، الصيقان قادين، الصدر مهزوز، الشعر الفويم، العوينات، ها كليبات ديال قناة كليب، راه كاين قناة كليب، قناة ديال والو، ها ويجي واحد ويشوف قناة كليب متجسدة في العرس. مصور اتصل بيا حاليا من مدينة أكادير، إلا كان في الاجتماع أنا غنجاوب لك أولدي، كيصور في الأعلاس وهذاك هو قوت رزقه. قال لي يا أستاذ كنشوفوا أشياء ما كتعجبناش وما كترضيش الله، وأنا خايف على كذا وعلى كذا. فمشى بغي يبدل العمل، بغي يلقى عمل اخر، ما لقاش عمل اخر. انا تنقول لك عفوا لي، انت ما كديرش شي جنايه من الجنايه، ما كتختارش شي حاجه، ما كتصورش ناس عريانين، ما كتساهمش في انه يخرجوا افلام فيها المصايب اللي كحله في المجتمع. انت تيجيوك ناس كيعطيوك فلوس كيقول لك حنا عندنا عرس، اختلطوا هما داروا رجال مع النساء ولا كذا ولا كذا، انت تتصور وتستغفر سيدي ربي وكتطلب منه العوض. لان الا جينا نصفيو غادي يولي اللي خدام في البنكة غادي خصو يخرج، اللي خدام في لوطير كيتباع فيه الشراب خصو يحيد. ودابا حنا في الاذاعه وكتجي مقاوله كدير الاشهار ديال المنتوج ديالها، نوضو نخرجو حتى حنا، اذا غادي نخويو المغرب ونخويو البلاد الاسلاميه ونكريوها. لا، الاسلام مبتلى بنا ومبتلى بغيرنا. نصبروا، الله تيقولنا في القران وجعلنا بعضكم لبعض فتنه هل تصبروا. ربي اللي وضع هذه الفتنه، ربي اللي وضع هذا الاختبار، ربي اللي وضع هذا الامتحان، انك تخرج في الشارع وتشوف اشياء ما تعجبكش، تحل التلفه زا وتلقى اشياء في التلفه زا ما تعجبكش، وتفتح الميديا وما تلقاش اللي يعجبك. ولكن احنا ما كنسخطوش، احنا تنأسوا حنايا في برنامجنا، انت في العمل ديالك في الطاكسي، وانت كمصور، وانت كذا وانت كذا، تتقوم بالعمل باش تربح طرف الخبز، ولكن في قلبك على شنو هو اضعف الايمان؟ من راى منكم منكرا فليغيره، باش بيده او بلسانه او بقلبه، وذلك اضعف الايمان. على مال اضعف الايمان ماشي ايمان، راه بعدا ايمان هو، ولكن في خانه اضعف الايمان هو انا بغيت نكون ضعيف، انا من ضعافه، والله القوي المتين. ولكن الله سبحانه وتعالى شنو كيقول لنا؟ مهيل مهيل. ما معنى مهيل؟ عندك تسحبوا 60 عام ولا 100 عام راه كتساوي في التاريخ، عندك تسحبوا قرن ولا جوج ديال 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 القرون ولا ثلاثه ولا 10 كتساوي، راه ما تتساوي حتى حاجه في الاستوار، ما تتساويش.
شنو اللي كيساوي؟ هو كتحط واحد الحجره في واحد الموضع وهذيك الحجره كيجي وراها صف، وهذاك الصف كيولي اللي بنيان، وهذاك البنيان كيجيو ناس كيسكنوا فيه وتيقوموا بالدعاء وتيقول لك الله يجازي اللي حط الحجره هنا. حنا بغينا نكونوا من داوي هذيك الصخره، هذيك الصخره لونغولير لا بيغ اونغولير. حنا بغينا الناس اللي نحطوا واحد الصخره. الحمد لله المغرب عايش صعوبات، ماشي من الدول اللي عندها النعيم، عندها صعوبات، ولكن الحمد لله ونشكروه ما كاينش في المغاربه اللي كيموت بالجوع. يكفيه المغربي يمشي غير يشري نص كيلو د السردين وبصله ومطيشه وبطاطا ويغدي عائلته كامله والجيران ب 20 درهم، ب 20 درهم، ب 20 درهم. فهنا نصيحتي لسي عماد والشباب بحاله، الزواج ما تاخذوش اللي عاجبكم. هاك عقلتي الشاب اللي معيتنا من الشمال قال لك انا كنسكن في العروبيه وبغيت ناخذ البنت من طنجه وتمشي للعروبيه، قلت ليه لا خويا ما تمشيش تاخذها من طنجه وتجيبها للعروبيه، بنت طنجه مولفه كذا النخوه مولفه كذا، سير للعروبيه اللي انت فيها وقلب على امراه. ما غتلقاهاش كدوي فرونسي، ما غتلقاهاش تقول لك حبيبه، غتقول لك تتقعد نوض نحلب معايا، ولكن اخويا تقعد حلب معايا ولا معايا. ولا وحده تقول لك شيري سي تبلي لا فاش ان في تخو مو ما تعرفش تعيش اي لي موش مو ديرونج. وحنا ما نلقاوش العربيه وانت كتاخذها في الدلاح ومعك 70 دبانه كتاكل معك، واش كدير؟ كتنش كتنش. لا واحد اخر ما باغيش يشوف الدبان، اللي مؤخرا اكتشفوا في الدبان الدول الاشياء هائله في ناحيه المرض المعديه. غادي ناخذ اخر مكالمه معنا لمياء من مكناس. الو الو السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمه الله. السلام عليكم السيد دكتور. مرحبا للا. بارك الله فيك. الله يبارك فيك. هذه هي لا تخوزيام فوا اللي كنهضر معاك. مرحبا للا. الحمد لله. عافاك دكتور، انا اشاك فوا تنعيط لك جو بوز لا ميم كيستيون بريسك. ولكن مازال ما جاوبتيني عليها نيشان. نيشان؟ لا اه فوالا. بغيتي نجاوب نيشان عن دريبي. فوالا. ايوا ختام تاع عمي يعطيها لك نيشان ويمشي يعقرك ولا يقلعك. لا 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 انا كنقول لك وانت يا قول لي تفضلي. دابا انا عندي واحد الوليد عنده 9 ans. دابا لو بروبليم ديالو هو ما عندوش شي حاجه في التركيز سورتو في القرايه، ما كيبغيش يركز. ما تيبغيش ما ايوا ما تيبغيش. انا نقول لك علاش اخبارك هذه النقطه ديال هذه النقطه ديال التركيز الا ما دويتش فيها هذا الشهر بالذات على الاقل 10 نوبات. ايه عرفت غير سمعتي ليهم سمعتي ليها مدويت عليها النوبات الاخرى؟ ما كاينش نهار ما كنسمع لكش الله يحفظك. سمعتي ليها؟ سمعت. ملي غتكملي الوصف غنطلب منك تقولي لي شنو قلت فيها. لا غير نكمل لك الله يعطيك الصحه. تفضل لالا. دابا بحال دابا انت عطيتي البي اس بي ودخلتي عنده لا شومبر، ما راهش هنا كاع، راه عايش فغيمون في ذاك لو جو. كيلعب شي جو ولا شي حاجه ما تحش ما يحش بك كاع واش دخلتي. ياك دابا هذا غير مثال. دابا في لاكلاس ديالو الاساتذه كاملين ديالو راه ما كيبغيش يكتب، راه ما تيركزش، راه كيشرد، راه كيحلم. والبروبليم كاع اللي كل نهار كل نهار هو ها هو الدرس دابا راه كينقلوه كاملين من الطابلو، هو ما كيكملش الدروس ديالو تقريبا كاملين ما مكملهمش. دائما شحال الوقت انت كتعاني مع هذا الدري؟ منين كان وإلا خديته عندي في داري عام ما كاملش غتلقي ولدك تيعقل وتيكتب وتيحفظ وتيلعب وتياكل وتينعس في الوقت. شتي جميع هاد الاعراض اللي كتوصفي في ولدك اعطيه لي يولي ولدي سنه ما كاملش سنه ع واحد 6 شهور وغتشوفي العكس كله غيولي في ولدك. شنو الفرق ما بيني وبينك؟ هذا هو. شنو هو الفرق؟ شنو هذا الشيء اللي كنقول لك راني شرحته في البرامج وهانتي كتقولي سولتي السؤال الثالث وانا غادي نعاود نجاوبك. لا وين نقول لك الله يعطيك الصحه. نعم. وعاوتاني دابا هو بحال دابا السيمانه اللي فاتت بالضبط انا ميركودي خرجت وهي تقول لي الاستاذه ديالو قالت لي انا بقيت صابره عليه الكاي ديالو كل ما يمكنش لي جوفا كيرسم في الكاي ديالو اوليو ديكخير هذا هذا هذا. مشيت انا للدار بقوه اللي تعصبت وبقوه اللي ما عجبنيش ديك الهضره، يعني كل مره كنسمعها ضربته والله ضربته حتى بقى فيا وندم. ضربته شي ضربته واحد ضرب خايب حتى هو الوليد عندي سونسيبل ما نعرف حنين وانا بقيت كنضرب فيه حتى في الاخر ندمت قلت صافي غادي نخليه اللي قبض هو هذاك. لا لا نعم سيدي
ولدك جار ولا مجرور؟ مجرور بيان شكون اللي جارو؟ أنا جارو الخوا خوا شكرا وكنتي جاراه؟ خاصك تعرفي بعدا فين جاراه؟ فين باغا تجري؟ فين؟ ما عرفتش وانا كنت عرفت مسيو الدريبي كون ما عيطش شريفة انا ما كنلومكش عفاختي ما كنلومكش اه ما كنلومكش عندك تحب كنلومك انا تنلوم السرعة اللي انتم مثلا تبغيو تلقاو لا فورمول ماجيك باش تبدلوا ولادكم من الحالة لحالة اه شتي هذيك السرعة وهذاك الانفعال هو اللي كنلوم دابا انا فيك اما انت كشخص الله يحسن عوانك لا راني بحال خوك راه هذا الدري راه راني بحال خالو انا خصني اللوم فيك العجلة الله تيقول لي ويقول لكم خلق الانسان من عجال سريع باغي سرعة فملي كنديو ولادنا يقراو في 4 سنين ولا في 5 ولا في 6 ولا في سي بي والاستاذة كتقول لنا ملاحظة ماشي كنديرو السيرورة اللي كنقول لكم في البرامج لو ديغولمون يعني غادي نخدم على 3 شهور غنخدم على 4 غنخدم على 5 شتي ملي كتشوف الطفل شارد انت كتجي معاه هو شارد انه دخل في صيغة الخيال في ليماجينير دخل في صيغة الخيال وشنو عنده في صيغة ليماجينير شي حاجة خلعه ودخل يحمي نفسه فيها على ملي كيكون واحد مريض مرض عقلي وتيتفزع كيشوف شي جريمة قتل حداه ولا كيشوف شي واحد انتحر وقتل راسو حداه هذاك لو مالاد مونطال تيشوفو على ملي كيشوف الشرطة كيقدر يهضر معاهم إذا سمحت بروفيسور معنا فاصل وغادي نرجعو نجاوبو لها 100 مكناس آخر مكالمة. طلب بروفيسور نجاوبو لها 100 مكناس بالنسبة للولد ديالها. علاش أنا قلت لها الولد اللي كان عندي غادي يقرا. الولد ديالي وديالكم ولا البنت ديالي وديالكم راه حنا حرمناهم من الانتليجونس انتر بيرسون قلتها لكم راه المغرب من قبل كانوا الوليدات كيقروا الوليدات لأن الحومة كنا كنخرجوا من المدرسة مشيو نلعبوا في الحديقة في الحومة نلعبوا الكرة فملي كيختلطوا الوليدات مع بعضياتهم هذا عنده خفة لغوية هذا عنده ذكاء في الرياضيات هذا عنده ذكاء في الحساب كان معنا احنا في الحومة واحد الوليد اللي باه خضار هذاك الوليد كان هو الكالكولاتريس ديال باه تخيل كان عندنا واحد الوليد في الحومة اللي هو الكالكولاتريس كنجلسوا حنا كنلعبوا كيبدا يجلي الزريعة وحنا كنقبوا في الزريعة معاه كتدخل شي مرة تشري هاد الضعطة ها خيزو هكذا وكذا باه تيحسب بالورقة وستيلو هو هكا ذهنيا تيعطي لباه تيشوف باه تيقول لي قدر قد فحنا كنا كنعرفوا ان هذاك صاحبنا في الكالكول مونطال ما كانش بحاله كنا كنتخاطروا به كنمشيو لشي مدرسه اخرى وندو معنا ونقولوا اجو تسابقوا اجو تسابقوا وباش كنتخاطروا بشي حلوه انت عندك شي حلوه انت عندك شي خبز عندك شي حاجه راه جاج تخاطروا شكون غيسبق وكيجبد واحد ورقه في السيلو وكيبدا صاحبنا هاك بالك فاش ما بغيتي في الديفيزيون في الملتيبليكاسيون فاش بغيتي فكنا كنجلسوا معاه ملي كنا كنلعبوا كره ولا كنلعبوا شي لعبه كنمشيو عنده ونقول لي عافاك وقول لي كيفاش كيبقى يدربك بالك كما كنت انا كتخليني امي وخوتي نخرج نلعب في الصغير كنت غنتلاقى هذاك الدري وغنعرفو دابا حاليا حنا في المغرب كتسمع في الاخبار ها البيدوفيلي هذا اغتصب الدري هذا كذا ولاو الناس يخافوا ايوا صافي غنوقعوا هاد الاحداث كلشي يسد عليه ولات المدرسه الخاصه الاغلبيه ماشي كيدي ولدو يقرا فيها كيدي ولدو يحضيه ليها كيحضيه النقطه الاخرى هي الفراغ الثقافي دابا علاش بحال هاد الاجوبه هادي ما نقدرش نعطيها وصفه لان عرفتي شحال ديال لي فاريابل ليكواسيون ماشي عندها ان دوغري ولا زوج دوغري راه انفيني لاتر هيما راه كومبلكس الدار المغربيه واحد العديد ما بقاش فيها ريحه الثقافه ولات المراه في الراجل والراجل في المراه ما كيستأذنوش راه قلت لكم كيف ولماذا ومتى هذيك ثلاث اسئله الحكمه ما كنخدموش بهم ما كتقولش المراه او الراجل ايمتى نقول هاد المعلومه وعلاش نقول هاد المعلومه وكيفاش نقول هاد المعلومه وما كايناش ما كاين غافط او واعر ما عندناش حوار باش نخرجوا بمذاكره ما عندناش حوار نخرجوا بمذاكره ما كيجلسوش الناس يذاكروا واش ياخذ من شي العديد من المغاربه حاليا مابقاوش يعرفوا يسمعوا مابقاوش قادرين يسمعوا ما كتشوفيش المغاربه تيدوي معاك تيقول لك فهمتي علاش كيقول لك فهمتي
والشك هو في عجز اللغوي عنده ولا شك في القدرة الفهم ديالك. اللغة ما تيقدرش انه يوصل هاد المعلومة هذه. زيد على هذا حضور الانترنت واللعب. ملي تجمع هادشي كله تيولي باش تقل ولدك خصك تثبتو تقلو. الله تيقول في القرآن يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة. ملي قال الله يثبت الذين آمنوا معناتها أنا قادر نثبت راسي أنا وكنت قادر نثبت راسي وما قالش الله في القرآن يثبت الله. فملي نسب الله إليه القدرة على التثبيت لأنه نحن ما عندناش القدرة على التثبيت. فهاد لله السينة ديال هاد الأم المتناس ما قادرش تثبت ولدها لأنه ما قادرش تثبت راسها. فالعديد من الأمهات عندهم واحد الحاجة مقدسة أكثر من سيدي ربي وتخيل. العديد من الأمهات عندهم واحد الحاجة كيقدسوها أكثر من الله كيقدسوها أكثر من النبي صلى الله عليه وسلم كيقدسوها أكثر من الصلاة هي القراية. راه الفرق ما بين حب القراية ونقدسها. تبعتي معايا لا؟ شتي اللي كيقدس شي حاجة هذاك راه هو الشرك الصغير. راه فرق نحب القراية نحبها ونبغيها ونقدسها. شنو هي علامة القداسة؟ هي لا أراعي الخاصيات الولد ديالي ما كنراعيهاش ما قريتهاش. أول حاجة غادي ندير أنا كنت بلاصتها غادي نقرا ولدي واش ديال الصباح يعني واش العقل ديالو كيكون مفتوح الصباح نشاف الصباح ولا في ولا في نص النهار ولا في العشية ولا في الليل. خاصني نقرا ولدي أنا مخي نقراه لأن أنا معاه 24 ساعة تنطلق عيني على ولدي من العام الأول من العام الثاني وتنشوف الوقيتات اللي كيجي عندي ولدي يتذكر معايا وكنشوف الوقيتات اللي كيمشي ولدي يلعب. فمن عام الأول كيبدا الدري يتمشى ويهضر كنردوا ليه البال هو تيجي عندك كيدوي معاك يتذكر معاك. غتشوف هكا ولدك في عام ونص كيجيك يقول لك ماما بغيت نقول لك. انت كتبقى تحفظ هذوك المواعيد واش ولدي كيجي في هذا الوقت ولا ما كيجيش في هذا الوقت. وغادي نكمل هذا الشيء هذا باش نبينوا الصعوبه راها صعيبه ما فيهاش حل بحال شي تيربوشون غتحل به القرعه المنظمه راه فيها ذكاء خصو يتجمع باش الانسان يوصل لهذا الامر. اذا كنمشيو مباشره الموعد الاخباري للرابعه زولا رفقه جواد الطهي.